بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. الحقيقه عندما تفكر في العالم كله، عندما تفكر في العالم كله في الانديه، بتجد رؤساء الانديه بينقسموا لانواع كثيره جدا. اشهر ثلاث انواع، نوع من الممكن جدا ان هو عايز يعمل مشكله مع نادي كبير علشان يبيع الأسهم بتاعته مثلا، ونوع تاني عنده مشكلة في فرقته وفرقته عندها مشاكل فنية واضحة جدا، وعنده لعيبة مشيت ولعيبة جت وكلام من هذا القبيل، وبالتالي بيعمل لغوشة علشان يلهي الناس في حاجة. التالت بقى ده بيبقى نوع مشهور جدا في العالم كله، في العالم كله، أنا بتكلم على العالم كله وبشكل عام. النوع الثالث بيبقى مشهور جدا في العالم، اللي هو ايه؟ اللي هو الكذب ملوش رجلين، بمعنى ان انا اقول حاجه من شهر وبعدين اجي اقول حاجه عكسها فاقول ان انا ما قلتش الحاجه اللي فاتت. مثلا قالوا في بعض الاقاويل، خلينا ارجع بقى واطبق ده على الدوري المصري. الدوري المصري قالوا ان الاهلي من فتره كده، لو تفتكروا النغمه دي طلعت، قالوا ان الاهلي عاوز يلغي الكاس القديم عشان خايف من بيراميدز. الاهلي، نادي الاهلي عايز يلغي الكاس اللي هو كسب فيه امبارح بيراميدز علشان خايف من بيراميدز. تخيل حضرتك ان هذا الكلام اتقال. نادي الاهلي صاحب الانجازات والبطولات الكثيره جدا والبطولات العريقه جدا وعدد البطولات، حتى لو اتغلب من بيراميدز في ماتش من الماتشات ولا حاجه وخرج من الكاس زي ما بيتقال، لكن ده ما حصلش. بالعكس، انا ممكن على فكره دلوقتي اطلع اقول ايه؟ اطلع اقول انا كسبت بيراميدز بالناشئين عشان زياد طارق، وعلشان واحد كمان بيلعب ولا حاجه، احمد كوكا لعب من اول المباراه، فاطلع اقول ان انا كنادي اهلي يعني كسبت النادي بيراميدز بالناشئين مثلا يعني، لكن مش هعمل كده طبعا. ممكن اقول برضه انا كسبت بيراميدز وانا عندي غياب 10 15 لعيب من افضل اللعيبه في مصر وفي افريقيا كلها، ولكن برضو مش هطلع اقول هذا الكلام، لانه يعني لو جيت عديت مع حضراتكم التشكيل الاساسي اللي كان غايب امبارح، او التشكيل اللي بيلعب اللي كان غايب امبارح، هتعرفوا ان الكلام اللي انا بقوله صح، ولكن انا مش هقول هذا الكلام. الكلام اللي بيتقال زي ما قلت لكم، او بدا الكلام اللي بيتقال، قال لك الاهلي عايز يلغي، مش احنا طبعا بعد ما لا يشجع النادي الاهلي كانوا بيقولوا هذا الكلام، يقول لك الاهلي اصله عايز، مش عايز يلعب قدام بيراميدز عشان خايف اللي يتغلب من بيراميدز، وعنده الاهلي عنده مشاكل وعنده بتاع. يا ريت يا اخي كل الناس عندها مشاكل وبتعرف تكسب بهذا الشكل يعني. ومصر كلها شافت امبارح اللي حصل واللي عمله كابتن سامي قمصان مع بيراميدز، ده فنيا هنتكلم عنه. هم اللي بيروجوا لهذه الفكرة، هم اللي بيروجوا لفكرة محاولة إلغاء الدوري، وبيروجوا لها بكثافة. عارفين حضراتكم، أولا بلدنا دي بلد كبيرة جدا جدا، من البلاد الكبيرة في الرياضة في العالم كله بالمناسبة، مش في أفريقيا بس. لما تيجي تتكلم عن مصر في الرياضة هتفكر في كل حاجة، وهتشوف ان احنا عندنا احسن حاجة في الدنيا وفي افريقيا بالنسبة لنا على الاقل. ممكن نقعد نخبط مع بعض ونقطع في بعض والكلام ده كله، ولكن عارف يعني ايه ان انت تلغي دوري ولا مش عارف؟ عارف يعني ايه؟ مش هقولك ولا قيمة سوقية، ولا هقولك كذا، ولا هقولك خسائر رعايات، ولا هقول ولا عقود لعيبة، ولا الكلام ده كله، مش هتكلم في هذا الكلام خالص. ولكن سمعة مصر، كيف يمكن أن ينظر الآخرين في العالم لسمعة مصر؟ ولكن هناك البعض مش فارق معاه أي حاجة، فارق معاه حاجة واحدة فقط، هو أن أنا مصلحتي فقط لا غير. وبالمناسبة أنا بتكلم بمنتهى الصراحة، على الرغم أن نفس الكلام ونفس الناس اللي كانت بطلعة، أو نفس المجموعة اللي كانت طلعة تروج لهذا الأمر اللي هو فكرة إلغاء الدوري، هي نفس المجموعة اللي كانت مصممة إن الكاس يتلعب. نفس الموقف بالظبط، هنا ألغي الدوري عشان ممكن هنبقى نتكلم فيها،
وده العب الكاس بقى عشان الاهلي يتغلب من بيراميدز، او الاهلي خايف يلعب من بيراميدز. اه والله العظيم ثلاثه كان بيحصل. صح ولا مش صح؟ هذا هو الموقف في كرة القدم المصرية حاليا. أي واحد عايز يعمل أي حاجة يطلع يقول كلمتين، عايز عنده أسهم مش عايزة تتباع يطلع يقول في العالم، أنا بتكلم حتى في الدوري المصري بيحصل هذا الكلام. بيطلع يقول لك إيه يا جماعة، يعمل مشكلة عشان الدنيا هتبقى فيها رواج. والمشكلة أو دايما لما حد يجي يبيع حاجة لازم يعمل إيه؟ لازم يعمل مشكلة مع الكبير، او لازم يعمل رواج مع الكبير، مع الكبير، سواء رواج سلبي او ايجابي او او او. فالكبير الاهلي هنا في مصر يعني، في افريقيا هو الاهلي، فاعمل معاه فالدنيا ايه تتحرك، بدل ما بيع 40% ولا 30% هبيع 50 و60% مثلا. انا بقول امثله على فكره. وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندي نادي عنده مشكله كبيره جدا فنيه، مش عارف اوصل لها، انا كرئيس نادي مش عارف اوصل للمشكله الفنيه، مش عارف اعمل ايه في المشكله الفنيه. بجيب لعيبه ما بيطلعوش كويسين، بعمل مدربين ما بيطلعوش كويسين وبمشيهم وبجيب غيرهم، وبعمل كذا. كل واحد حر وكل واحد من حقه ان هو يدافع عن النادي بطريقته، ومن حقه ان هو يعمل اللي هو عايزه. انا ما بتكلمش في كده، ولكن انا بتكلم في الشكل العام للي بيحصل ده كله. لعيبه عندك تروح تحط الفلوس في البنك تلاقي ما فيش فلوس، وتقول ان كل الكلام ده انا عايز اغطي عليه. اغطي عليه ازاي؟ اقول ان انا عايز انسحب من الكاس عشان الكاس موجه. مع ان بالمناسبه كره القدم من الناحيه الفنيه ممكن جدا تكسب النادي الاهلي من الناحيه الفنيه في الكوره في الملعب، ساعتها هنطلع كلنا نسقف للفريق اللي هيكسب النادي الاهلي من الناحيه الفنيه وبوجود عداله تحكيميه زي اللي بنشوفها خلال هذه الفتره. عشان كده النادي الاهلي كان بيصر دائما على شيء واحد، العداله التحكيميه في وجود تحكيم اجنبي. مجلس اداره النادي الاهلي هو شايفها كده. الاهلي عمره ما كان عنده عقده مع حد، عمره. فكرني كده، ممكن تكسب الاهلي ماتش او ماتشين بعدها الاهلي هيكسبك مره واثنين وثلاثه وميه. بعد 20 سنه يكون تاريخك كله ان انت كسبت الاهلي ماتش او ماتشين. في ناس كده عايشه على هذا التاريخ. الاهلي انا كسبت الاهلي، انا من الناس يقعد على الكرسي كده والله ويحط رجل على رجل كده يقول لك ايه، انا كسبت الاهلي ماتش او ماتشين. هل ده ممكن يبقى تاريخ في حياتك؟ لا طبعا، هذا ليس تاريخ. او هو ده طموحك؟ لو هو ده طموحك وبتصرف الفلوس دي كلها عشان ده طموحك انت حر. اذا هناك خلل ما هو اللي بيخليك تقول هذا الكلام وتتكلم بهذا الشكل. يا جماعه ما تهربوش من الواقع، لازم الكل يرفع القبعة للنادي الأهلي بجد والله. أي حد عنده مزنوق في أي حاجة، عايز يتخانق، عايز يعمل هيصة، عايز يعمل قصة، عايز يعمل بتاع، يروح للأهلي. هم كده الناس بتفكر بهذا الشكل وبهذا التفكير. أنا قلت لكم إن هناك بعض الأنماط في رؤساء الأندية، وفي رئيس نادي ما بيفتحش بقه، ما طلعش في الاعلام اساسا الا في مؤتمرات، حاجه كبيره، حاجه تخص يطلع لما يجي يتكلم بمنتهى الاحترام حتى على خصومه او منافسيه، وكلمته بتبقى مؤثره. انا مش هقول مين، وكلمته بتبقى مؤثره. ده نمط من انماط رؤساء الانديه في العالم كله. يعني انتوا لما بتشوفوا في ريال مدريد فلورنتينو بيريز لما بيجي يتكلم وبيجي يشوف، شوفوا بيتكلم ازاي الراجل، بيعمل بيتكلم على امبابي مثلا. انا اتفرجت على الانترفيو كله وهو بيتكلم على امبابي، حاجه كده ايه الاحترام ده؟ قال لك هو حر، هو من وجهه نظرنا ان هو اخطا ان هو ما جاش ريال مدريد، ولكن في نفس الوقت خلاص الموضوع بالنسبه لنا انتهى، هو اللي هيخسر مش احنا. في ريال مدريد قال هذا الكلام هو بيريز. نفس الطريقة تقريبا، أو يمكن إحنا من 1907 وحتى الآن إحنا بنعمل بهذا الشكل، بنؤمن بهذه الكلمات اللي دايما يقول لك أنتوا بتتكلموش غير في المبادئ ومش عارف إيه. أيوة، لأن هي دي الحاجات اللي ممشية النادي الأهلي ومجلس إدارته وكذا وكذا وكذا. تخيل حضرتك أن الناس اللي كانت متمسكة بالكاس القديم، معلش،
بتحاول دلوقتي تخلي ماتشات كاس الجديد بالقوائم الموسم الجديد. اه والله الكاس الجديد ده مش اللي هو يعني لا، الكاس الجديد اللي هو اللي احنا شغالين فيه السنه دي يعني، عشان احنا عندنا لخبطه كتير، لانه عايزين بقى يلعبوا بقوائم اللي هي السنه اللي جايه، اللي هي مش اللي احنا فيها يعني، مش عارف اشرحها ازاي، مش اللي احنا فيها، اللي بعدها. لان في ناس قد تكون ممنوعه من القيد مثلا، ناس عندها قوائم عايز يغير فيها، ناس نواقص محتاجين تدعيمات. تخيلوا ان كل اللي بيحصل ده وكل اللي بيحصل ده ويطلع علينا حد كده من غير مناسبه يقول لك اصل الاهلي خايف يلعب ماتش كذا. عيب والله العظيم، عيب. انتوا هي الناس دي ما بتتكسفش؟ هي الناس دي ما تعرفش ان النادي الاهلي ما عندوش عقده يلعب بناشئين؟ مع ان احنا ما لعبناش بناشئين، ماشي يعني لعبنا باثنين ثلاثه ناشئين في وسط مجموعه، بقيه مجموعه النادي الاهلي او قوام النادي الاهلي. لما بنلعب في الناشئين زي ما كنا بنلعب في كاس الرابطه، اقول ان احنا كنا بنلعب بالناشئين. هو ده الكلام اللي احنا دايما نتكلم فيه. امبارح كسبنا بيراميدز 2-1. اه الاداء ما كانش كويس، عندنا غيابات كتير، عندنا كذا، ولكن حتى كابتن سامي قمصان الحقيقه امبارح عمل تغييره عبقريه من وجهه نظري، تغييره محمود وحيد ونزول احمد حسن كوكا ناحيه الشمال وحسام حسن ينزل، تغييره عبقريه. صلاح محسن انا اسف نزل، تغييره عبقريه جدا من وجهه نظري الكابتن سامي قمصان. فانت عندك مدير فني مؤقت بيعرف يفكر، عايز فرقته تكسب، بيغير الطريقه 3-4 مرات جوه الماتش. الماتش مش حلو يعني، مش هو ده طريقه النادي الاهلي ان هو يروح يدافع شويه وبعدين يلعب على الهجمه المرتده وبعدين يدافع شويه وبعدين يلعب على الهجمه المرتده وهكذا. ولكن في الاخر انا عندي مدير فني بيعرف يفكر كويس، عندي مدير فني مش عايز حاجه، عايز فريقه يبقى بشكل جيد ويكسب مباراه زي دي ويصعد الى الدور اللي بعده. ما عنديش عقده ولا عندي الكلام الفاضي ده، متفرج على المنافس كويس، بلعب بشكل جيد، هو ده اللي انا عايزه، ان انا اكسب عشان اصعد للدور القادم. نروح نشوف تقرير من الشارع عن راي الجمهور في اداء النادي الاهلي امام بيراميدز وافضل لاعب في هذه المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. الاهلي امبارح كان اداؤه كويس، والكابتن سامي عامل اداء كويس وفي تصاعد مع الفرقه، وهو عارف الفرقه بشكل كويس، وشاف ان محمد شريف كان كويس وقفشه، وحسام حسن دخل بشكل كويس وحط جون امبارح. هو الماتش حلو بسبب كمان موسيماني مشي، فده كان حاطط ضغط كبير جدا على الاهلي، فان هو يؤدي كده فدي حاجه حلوه في حد ذاتها يعني. هو الاهلي قدم ماتش حلو بصراحه، عرف يكسب الماتش. واه ما كانش افضل ماتش للاهلي، بس الحمد لله عرفوا يكسبوا الماتش باقل مجهود. نجم المباراه الاوحد بسم الله ما شاء الله عليه احمد كوكا، دي نمره واحد. نمره اتنين هو النادي الاهلي لعب بطريقه كويسه، لعب بطريقه محترمه، عارف امكانيات الخصم اللي قصاده. نادي بيراميدز نادي كبير وفي لعيبه محترمه، في لعيبه كبيره. كابتن سامي قمصان لعب المباراه زي ما هو عايز. الماتش كان كويس جدا جدا، انا شايف امبارح ان يعتبر قفشه كان كويس جدا، زياد طارق كان كويس، ويعتبر الماتش كان ماتش تكتيكي كله، كان ماتش كله كويس، وانا صراحه شايف اللي هو يستاهل رجل المباراه سامي قمصان. يلا يا قفشه، حسام حسن اتصعبت جون جون جون. النادي الاهلي عمل مباراه في حدود الامكانيات المتاحه في مجموعه اللعيبه الموجوده في الوقت الحالي، وفرقه بيراميدز بتثبت المباراه ان مش الموضوع مش اسامي، الموضوع جهد وعرق واخلاص. هو الماتش بتاع امبارح كان كويس، بس اللي يعتبر نجم الماتش اللي هو احمد كوكا اللي هو الشاب الصغير ده يعني. ونتمنى يعني امبارح الاهلي كان بيلعب بخطه دفاعيه، بس احنا كنا عاوزين نبقى يعني ايه يعني ما نقعدش لورا، عايزين نبقى على طول في الاستمرار في الهجوم وكده. فاحنا نتمنى بعد كده ما يجي المدرب الجديد نبقى عندنا خطه هجوميه. زي ما حضراتكم شايفين ده راي الجمهور، البعض او الكثير من جمهور النادي الاهلي شايف ان هناك طبعا الغيابات والكلام ده كله مؤثر، لكن انا دايما لما باجي اتكلم عن النادي الاهلي لازم نبقى كلنا عارفين ان النادي الاهلي يعني عندنا مشاكل وعندنا غيابات وعندنا عدد كبير من اللاعبين اللي مش موجودين معانا في المباريات، ولكن قائمه النادي الاهلي مليئه بالنجوم. حسام حسن رجع امبارح، انا بشوف ان حسام حسن الكره بعدت عنه، الهدف اللي احرزه حسام حسن ده هدف ان دل يدل على راس حربه هداف. وجهه نظري راس حربه هداف، كره بعيده وحطها هناك في الزاويه البعيده، ويعني
دخلت جون، دخلت جون. فبالنسبه لي مكاسب عديده جدا وكبيره جدا في هذه المباراه. لكن الحقيقه الموسم ده تحديدا مضغوط وبشكل كبير جدا، بقالنا كده 4 مواسم تقريبا ويمكن اكتر اللعيبه ما بتريحش. شفتوا عمرو السوليه لعب حوالي 46 ماتش ما بين الاهلي والمنتخب لحد دلوقتي تقريبا، لغايه دلوقتي، وبيقاتل في الملعب رغم كل هذا الاجهاد. طبعا الجمهور بيجي بينتقد عمرو شويه، بينتقد الشناوي شويه، بينتقد فلان شويه، ولكن في النهايه يظل الشناوي من وجهه نظرنا ان هو واحد من افضل حراس مرمى مصر وافريقيا خلال هذه الفتره. ما عنديش مشكله ان انا ابقى بغلط مره او اتنين، ولكن الغلط ده بعرف اصلحه ازاي. هو ده الشناوي، هي دي الوقفه بتاعت محمد الشناوي. محمد الشناوي ده عملاق، حارس عملاق، واحد من افضل الحراس ان لم يكن الافضل، هو واحد من افضل 3 حراس موجودين في افريقيا وفي العالم العربي الحقيقه، يعني بدليل ان طول الوقت بنسمع عن ان الشناوي عنده عروض كثيره جدا، ولكن هو بيفضل دائما البقاء في النادي الاهلي. عمرو السوليه واحد من افضل المدافع، الافضل خط الوسط 8 او 9، عايز تقول زي ما انت عايز تقول، قول 8 6 9 زي ما انت عايز تقول، قول واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان. مجهد شويه، واحد لعب كميه المباريات دي في عدد كبير جدا، والنادي والمنتخب بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. لازم يبقى كده، لازم بيجي له فتره، مش لازم يبقى كده، لازم بيجي له فتره بيبقى الامور بالنسبه له صعبه شويه. لكن رغم كل هذا الاجهاد الناس مموته نفسها، كل الاجهاد اللي احنا بنتكلم فيه ده الناس مموته نفسها وشايفه. ولكن هل الكلام اللي انا بقوله ده مبرر لالغاء الدوري مثلا زي ما البعض بيحاول ان يروج؟ حتى لو النادي الاهلي مش هيكسب الدوري، مفيش حاجه اسمها الغاء دوري يا جماعه، احنا بنهزر. احنا عايزين الناس تركز اكتر في تحسين وضعيه المسابقات، تبص للتحكيم واللي بيحصل في التحكيم، المشاكل اللي بتحصل في كل جوله. ندي رابطه الانديه فرصه انها تفكر تخرج من الضغط والتلاحم المواسم بالشكل ده. مش تقول لي نلغي دوري، تعالوا نقعد مع بعض، الانديه كلها تقعد مع بعض من خلال الاتحاد المصري لكره القدم او رابطه الانديه لكره القدم، والناس تتكلم على كيفيه تطوير التحكيم خلال الفتره اللي جايه، في وجود خبير اجنبي، في وجود الكابتن عصام، في وجود الكابتن جمال، في وجود الكابتن سمير، في وجود من هو موجود، ولكن كيفيه التطوير خلال الفتره اللي جايه. ولو في نادي في مصر او في افريقيا مضغوط زي ما النادي الاهلي مضغوط، يطلع يورينا نفسه كده. احنا لثالث سنه على التوالي بنوصل نهائي افريقيا، وبنضغط اكتر من اي فريق تاني في مصر، مفيش حتى اي تقدير ولا من اتحاد الكره. مش عايز تقدير يعني ان انا لا، انا عايز تقدير ان الناس تقف معانا في حقي، في حقي اللي ان شاء الله هتشوفه قريب هيحصل ايه. لكن الناس تقف معايا في حقي اللي هو تجيب لي نهائي دوري الابطال هلعبه على ملعبي، زي ما الاتحاد المغربي، شابو للاتحاد المغربي. استاذ جمال وبقيه الاعضاء اللي موجودين قاعدين هايل، رائعين، كويسين جدا، ولكن في كده في الدنيا؟ مفيش تقدير حتى ان انا تقف معايا في حقي؟ وده شفناه على مدار الموسمين اللي فاتوا بالمناسبه. فجاه كمان تطلع تلاقي الواحد يبقى قاعد في البيت، فجأة تلاقي حاجة اسمها القرعة الموجهة لكأس مصر، مع إنها بقالها 20 سنة تقريبا بنفس النظام. هو ده النظام اللي ماشي، محدش اعترض غير السنة دي، تعرفش ليه. هل السنة اللي فاتت النادي الأهلي قال مثلا يا جماعة هو ليه الزمالك، لا هو الزمالك مش طرف، لكن هو ليه الزمالك لعب الماتشات دي كلها، اللي هو الكأس اللي احنا بنلعبه ده امبارح، أو اللي لعبنا فيه مباراته امبارح ضد بيراميدز، الزمالك وصل للنهائي وهو بيلعب معظم الفرق اللي لعبها، أعتقد معظمها درجة تانية. ولكن هي اي مشكله وخلاص، اي حاجه داري بيها على اللي بيحصل عندي في نادية وفرقتي، اي مشكله اعمل اي حاجه بس عشان اطلع بطل والناس تطلع تسقف لي والجمهور يمشي ورايا، الجمهور الغلبان اللي نفسه بيحب فريقه مهما كان الاسم فريق، يعني جمهور بيحب فريقه فهيجري ورايا ورا الكلمتين ورا الشجاعه، وان انا هنسحب ومش هنسحب والكلام اللي حضراتكم سامعينه ده. اشمعنى دلوقتي الكلام ده بيحصل؟ ما حصلش قبل كده ليه؟ حاجات الحقيقه تخليك وانت واقف متضايق جدا من اللي بيحصل. هذا هو حال كره القدم المصريه، اي حد عايز اي حاجه يطلع يقول اي حاجه علشان ضد النادي الاهلي او مع النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي انا اسف، علشان
اسهم تزيد يبيعها واحد تاني. وانا عارف هيطلعوا دلوقتي يقول لك ويشتموا فيا ويعملوا فيا وينتقدوا كلامي والكلام اللي حضراتكم عارفينه، ما بيفرقش معايا الحقيقه، لانه انا بتكلم كرياضي، انا بتكلم كواحد بتاع كوره شفت الحاجات دي كتير وعارفين اللي بيحصل ده ايه، والكلام ده اللي انا بقوله لحضراتكم ده بيدور في الغرف المغلقه ما بين الناس اللي انا بتكلم مع حضراتكم عليها دي. احنا عايزين نسخن الدنيا شويه عشان الناس تمشي تتحرك شويه في موضوع البيع والشراء. او حيت ربنا الكلام ده بيحصل، انا ما عنديش دليل بس الكلام ده بيحصل، انا يعني سمعته، مش عايز اقول لحضراتكم ازاي، لكن يا جماعه عايزين ننظر لشكل كره القدم المصريه خلال الفتره اللي جايه. عندنا مشاكل كتيره جدا، عايزين نشوف اللي هيحصل الفتره اللي جايه. مش كل حاجة النادي الأهلي، مش كل حاجة ضد النادي الأهلي، مش كل حاجة أنا واقف، لا، هنطلع بقى وهنتكلم بمنتهى الصراحة وهنقول وفي وش أي حد، ما عنديش أي مشكلة، لأنه بنتكلم بالأدب وبالاحترام وكل الناس على دماغنا من فوق وعمرنا ما بنغلط في حد، ولكن ما بتوصلش بقى للدرجات دي، كل واحد يطلع عنده كلمتين يطلع يقول أصل الأهلي. عايزين نطور التحكيم يا جماعة، التحكيم لكل الفرق بقى، لل 18 فريق، مش النادي الأهلي بس، كل ال 18 فريق اللي في الدوري الممتاز نفسهم التحكيم يصل إلى مرحلة جيدة علشان الناس تقدر تلعب وهي مستريحة. نروح للتقرير ونشوف رأي النقاد الرياضيين في أداء الحكام ومسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا الموسم الحقيقة في غاية الصعوبة على كل الأندية. الموسم طويل شاق، يعني احنا بنستمر تقريبا لغايه المواعيد المعلنه حتى الان لغايه نهايه اغسطس. الانديه في كل العالم بتستعد حاليا لبدايه الموسم الجديد، واحنا ما زلنا لسه ماشيين في سكه يا نكمل يا ما نكملش. الحقيقه في الاقاويل الاخيره بين المسؤولين على الانديه نكمل الدوره او ما نكملش. دوري من احسن الدوريات طبعا اللي في المنطقه العربيه، ومن دوري قوي، هو بس مشكلتنا الزحمه بتاعت المباريات. بدايه طبعا مستوى الدوري السنه دي، يعني طبعا هو انا من وجهه نظري ان هو اقل من المواسم اللي فاتت، ده واضح جدا طبعا التاثر على الانديه بتلاحم المواسم اللي موجود، بان في نتائج الفرق الكبيره وبان في نتائج فرق الوسط وبان في نتائج الفرق اللي هي متزيله جدول الترتيب. الدوري المصري مميز، الدوري المصري السنه دي كويس، الدوري يمكن اللعيبه بس هي مجهده بشكل كبير جدا، ولكن لو بصينا على الاهلي، الاهلي الفتره الجايه مباراه مع مباراه بيجيب مستوى اللعيب، بعض اللاعبين كمان تغيير الجهاز الفني يمكن ما اثرش بشكل كبير جدا على المستوى او على الاداء، يمكن الاداء كمان مع كابتن سامي قمصان بشكل كبير افضل من ميدسي موسيماني خلال الفتره اللي فاتت. الدوري بشكل عام انا شايف والحمد لله مع الحضور الجماهيري هذا الموسم، مع زياده عدد الجماهير، مع رابطه الانديه اللي بتسعى جاهدا ان تخلي شكل الدوري افضل وافضل، مع الكاميرات اللي موجوده، مع الاخراج، مع حاجات كتير، لا الدوري هذا الموسم دوري مختلف جدا، واعتقد زي ما بقول كده مش هيتم حسم الدوري او بطل الدوري الا في الاسابيع الاخيره من هذه البطوله. كان محتاجين يتطوروا جدا سواء على مستوى اللياقه البدنيه، على مستوى فهم القانون اصلا، لان احنا بنلاقي ساعات حكم بيدي قرارين مختلفين في مع ان نفس الحاله، فدي بتبقى طبعا حاجه غريبه جدا، فالكلام ده كله لازم يتصلح. وانا شايف ان اتحاد الكره واخد الاتجاه ده بدليل ان هم هيجيبوا خبير تحكيم اجنبي. هو الحكم مش ما يقصدش ان هو يغلط او يبقى ضعيف او يجامل، طبعا الحكام يعني بتبقى حاجه غصبا عنها، يعني اللي هو شايفه بيحكم اللي هو شايفه، والفار بيصلح له. فيعني احنا يعني نقف مع الحكام شويه برضو، لكن برضو على قد ما يقدر الحكام برضو تحاول ان هي يعني كل نادي عايز بس حقه. العقبه الكبيره اللي بتواجه الكره المصريه في السنوات الاخيره او بتقابل عدد كبير من الدوريات هي التحكيم. اعتقد في اخطاء كتيره جدا الفتره اللي فاتت، لابد ان اتحاد الكوره ورابطه الانديه بتسعى جاهده، حتى رابطه لجنه الحكام تتبع لمجلس اداره اتحاد الكوره، ولكن رابطه الانديه برئاسه النائب احمد دياب بيسعوا جاهدين ان هم ايجاد حل. يمكن الفتره الاخيره يمكن بعد الهجوم الحاد على مجلس اداره اتحاد الكوره ومن عدد كبير من الانديه، ولدرجه ان في عدد كبير من الانديه هددوا بالانسحاب من البطوله هذا الموسم بسبب الاخطاء التحكيميه، اكيد في اخطاء تحكيميه، ولكن اتحاد الكوره بيسعى جاهدا الفتره الاخيره، يمكن استعان او قرر او تعاقد مع خبير اجنبي لتطوير اداء التحكيم. في مشاكل كتيره جدا في التحكيم،
اخطاء طبعا بالجمله في كل المباريات بلا استثناء. الاسباب طبعا معروفه، الصراعات الداخليه للحكام، تعيينات الحكام اللي بتتم فيها مجاملات كثيره جدا. حتى لما اتحاد الكره ابتدى يتكلم ويقول ان احنا هنجيب خبير اجنبي انه يطور منظومه التحكيم، الحقيقه لقينا الحكام كلهم بلا استثناء القدامى والموجودين دلوقتي بيهاجموا قرار اتحاد الكوره. بالفعل احنا محتاجين تطوير منظومه التحكيم، الحكام ما تاخدش مستحقاتها، ده لازم اتحاد الكوره انه يتدخل في الامر ده. الحكام محتاجه تطوير بدني كبير جدا، في بعض القصور اصلا في المباريات بيكون بدني بالنسبه للحكام، فاحنا اكيد منظومه التحكيم محتاجه بالفعل الفتره الجايه خطوه جديده، مش بس الخبير الاجنبي، الخبير الاجنبي ده خطوه لكن هيحتاج بعض الحلول من اتحاد الكوره معاه عشان تقدر تساعده. الحقيقه ايضا من الناس اللي تستحق الاشاده خلال هذه الفتره كابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني للنادي الاهلي، لازم نديله حقه الحقيقه. الراجل ده تحمل المسؤوليه في توقيت صعب جدا ومباريات شديده القوه، ويعني قدر ان هو يحسم 3 انتصارات وتعادل مع نادي كبير زي نادي الزمالك. سامي قمصان الحقيقه عمرك ما تسمع له صوت غير صوت شغله من خلال وجوده في الملعب، سواء رجل أول أو رجل تاني، مخلص الحقيقة جدا في عمله، يستحق كل تقدير من النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. نروح لتقرير عن سامي قمصان، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع أخبارنا، أخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. تدريبات استشفائيه للاساسيين وتقسيمه قويه بمشاركه العائدين من الاصابه. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ادى تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراه سموحه التي تقام مساء الاربعاء المقبل على استاد الاسكندريه ضمن الجوله 23 في مسابقه الدوري الممتاز. شارك لاعبو النادي الاهلي في فقره بدنيه خفيفه قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام بيراميدز في كأس مصر فقرات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي. كابتن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق أجرى تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة حمدي فتحي محمد عبد المنعم حسين الشحات علي معلول أيمن أشرف علي لطفي. تخيل كل هؤلاء اللاعبين ما كانوش موجودين. كابتن سامي قمصان عقد جلسة مع طبيب الفريق دكتور أحمد أبو العلا للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين طبعا العائدين من الإصابة والذين شاركوا اليوم في التدريبات الجماعية. الجهاز الفني بيمنح السولية راحة من زي ما قلت لحضراتكم، السولية تحديدا واحد من اللاعبين اللي بيلعب سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر وبيلعب دايما 90 دقيقة، يعني على قد ما يقدر كابتن سامي قمصان طبعا بيحاول ان هو يديله راحه خلال هذه الفتره. دكتور احمد ابو عبله بيؤكد جاهزيه سداسي النادي الاهلي اللي انا اتكلمت فيه مع حضراتكم اللي هو علي معلول وايمن اشرف حسين الشحات علي لطفي محمد عبد المنعم وبقيه السداسي. طبيب الاهلي ايضا بيتحدث عن اصابه محمود وحيد ومده غيابه. محمود وحيد أجرى أشعة تعرض لها أو كشفت الأشعة عن تعرضه لشد في العضلة الضمة ويحتاج إلى فترة تتراوح من 2 إلى 3 أسابيع. اتحاد كرة القدم يجتمع يوم الأربعاء المقبل لحسم مدرب المنتخب الجديد إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي. منتخبنا الوطني أو الاتحاد المصري لكرة القدم بيسعى أن هو إن شاء الله يتم الإعلان عن وطبعا سوزا الأقرب إلى أن يكون مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الفترة القادمة هو سوزا واحد من باولو سوزا واحد من المديرين الفنيين الحقيقة اللي عنده سيرة قوية جدا خلال الفترة السابقة واشتغل مع كارلوس كيروش قبل كده وبالتالي له خبرة في البلاد اللي اشتغل فيها وله خبرة مع منتخبات كبيرة وقوية. بيقولوا بيقال ان هو هيصل يوم الثلاثاء القادم ويبدأ مهمته مع منتخب مصر. بمناسبة المدربين الجدد، هل اعلن النادي الاهلي عن اسم مديره الفني؟ لا ما حصلش. النادي الاهلي حتى هذه اللحظة
مهما كانت التقارير اللي جايه من هنا او اللي جايه من هنا او اللي جايه من هنا، دعونا ننتظر الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي عن المدير الفني القادم. احنا تعودنا على كده يا جماعه، كل جمهور النادي الاهلي يعلم هذا الامر، ان احنا دايما متعودين على ان ننتظر الاعلان الرسمي. سمعنا اسماء كتيره جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت، وكل واحد اجتهد، ما عنديش مشكله، كل واحد اجتهد من الاعلاميين ومن الصحفيين ومن كل الصحفيين اللي موجودين في المواقع ان هو يجيب اسم حد، ما طلعش الاسم صح زي ما حضرتك شفت في الاخر، طلع او هيطلع اسم مختلف عن الاسماء السابقه تماما. فخلينا ننتظر الاعلان الرسمي عن المدير الفني. امتى هيكون الاعلان الرسمي؟ انا ما عنديش ميعاد اقدر اتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن ان شاء الله في وقت قريب جدا، في وقت قريب جدا جدا سيتم الاعلان رسميا عن المدير الفني للنادي الاهلي. فخلينا ننتظر حتى يحين موعد هذا الاعلان، سواء من خلال مؤتمر صحفي يتم تقديم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، او من خلال وسائل النادي الاهلي الرسميه سواء الموقع الرسمي او من خلال قناه الاهلي. معلش برضو انا في نقطه لازم اتكلم فيها مع حضراتكم. في ناس كتيره جدا بتقول لنا ليه ما بتتكلموش عن، وتقول يعني مثلا ان قناه النادي الاهلي قناه مغيبه ما بتتكلمش عن المدير الفني. خليني اقول لحضرتك للمره المليون، وانا بحب اشرح الموضوع ده لانه مهم. حضرتك انا مش انا لوحدي، كل المذيعين اللي موجودين كل واحد فينا عنده مصدر داخل النادي الاهلي، ونقدر نطلع نقول لحضرتك النهارده حصل كذا، ومن نص ساعه حصل كذا، وبكره هيحصل كذا، وكل هذا الكلام. ولكن حضرتك احنا القناه الرسميه للنادي الاهلي، وبالتالي اي كلمه يجب ان تكون رسميه. يعني مثلا من الممكن جدا ان يكون هناك تفاوض مع مدير فني امبارح، المدير الفني ده لغايه لما انا نمت مثلا، يعني لغايه لما انا نمت او لغايه لما اي مذيع في قناه الاهلي نام كان هو المدير الفني خلاص. فممكن يوم جاي كاتب انا عندي معلومه ان الفلان الفلاني ده مدير فني، او يطلع في برنامجه يقول ان انا عندي فلان الفلاني ده، عرفت ان فلان الفلاني ده خلاص محسومه، يحصل حاجه بالليل يتغير الاسم الصبح، وده شفناه كتير جدا جدا. وبالتالي احنا بيبقى عندنا كل المعلومات اللي نقدر نتكلم بيها مع حضراتكم، ولكن سياسه النادي الاهلي ومصلحة النادي الأهلي أهم عندنا من أي معلومة. سياسة النادي الأهلي ومصلحته أهم من أي معلومة ممكن تتقال. ولكن مرة تانية خلينا ننتظر الإعلان الرسمي عن اسم المدير الفني اللي إن شاء الله إن شاء الله يكون طموحه بقى، الطموح الحقيقي، طموحه الحقيقي مع النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، طموح يوصلنا ان احنا ناخد بطوله افريقيا تاني والمره ال11 وناخد الدوري ان شاء الله، وناخد الكاس، وناخد كل البطولات، ونحقق اهدافنا خلال الفتره القادمه. من اهم مكاسب مباراه امبارح، هتقول لي يا عم ده جاب جون ما عملش حاجه يعني، ولكن حسام حسن امبارح تحس ان هو يعني مجرد استعاده حسام حسن للثقه ده شيء جيد جدا جدا. وبالتالي مهم جدا جدا ان احنا نلقي الضوء على حسام حسن، لانه كان بيتعرض خلال الفتره اللي فاتت لكميه كبيره من الانتقاد، وعلى فكره حسام لما تقعد تتكلم معاه هو من الاحباطات كمان، لما تقعد تتكلم معاه متقبل كل حاجه، ولكن هو دايما كان يقول لي انا عندي اكتر من كده بكتير، انا عندي اكتر من كده بكتير. ان شاء الله تكون هي دي البدايه، ان شاء الله تكون هي دي البدايه، بدايته امبارح، لانه احنا حسام حسن عارفينه، مش هنقول حسام ده كذا ولا كذا، لا، كلنا عارفين هو هداف كبير، بيعرف يجيب اجوان، الجون اللي جابه امبارح بيدل ان هو هداف كبير. ضيع اجوان سهله الفتره اللي فاتت، ولكن ان شاء الله تكون البدايه الحقيقيه لحسام حسن في النادي الاهلي هي مباراه بيراميدز. هنطلع نشوف تقرير عن حسام حسن، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل استاذ عصام شلتوت واستاذ عبد الحكيم ابو علم في ضيافه البيت الكبير، نتكلم اكتر عن كل ما يحدث داخل الرياضه المصريه وربطها بالنادي الأهلي كالعادة. نطلع نشوف تقرير عن حسام حسن، ونرجع بقى بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا أستاذ عصام شلتوت وأستاذ عبد الحكيم أبو علا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف. اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. كله الحمد لله. استاذ عصام، امبارح فاز النادي الاهلي على نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف. من الممكن ان يرى البعض ان هناك اداء لم يكن جيد يعني للنادي الاهلي، لكن في النهايه أنا يهمني في مثل هذه المباريات، ويمكن حضرتك قلتها لنا قبل كده وإحنا قاعدين، صحيح إنه مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب. لا بس اتفقنا إنه ده يجوز جدا في ظل ظروف محددة. بالزبط. يجوز جدا جدا جدا. هل موجودة في الأهلي؟ طبعا. وأنت بتلعب ماتش كاس كمان، يعني بلس إنه ماتش كاس. أوكي. اللي هو نوك أوت، ما فيش حد هيروح مع نقطة، يتروح مبسوط يتروح زعلان قوي. أوكي. وبالتالي الإمكانيات كلها وفرت. كم كان يعني سامي قمصان ذكي جدا إنه قدر يتصور سيناريو بيراميدز هيلعب بيه، وبالتالي قدم له اللي هو عايزه. أوكي. إنه هو يستحوذ على الكرة طول الوقت وكده، ومحتاج هو إيه؟ محتاج يجيب جون. وفق في الهدف، واللاعبين الضغوط اللي هم عايشينها وحالة يعني التغيير اللي طرقت على التيم والجهاز الفني، والحمد لله يعني انتهت دون أعطاء، بل على العكس سبحان الله، يعني وكأن الدنيا برضو بتدي المجتهد، فجاءت بظلال طيبة على النادي الأهلي يعني. وبالتالي خرج سامي قمصان يعني مقدم نفسه على أفضل ما يكون. نعم. برضو العمل، بس العمل أولا ثم النوايا الطيبة، ورجل يحسن الفعل. ده يوضح لك انه كان باكينج للرجل الاول موسيماني، وبالتالي اللعيبه كلها اتلمت حواليه. وعمل هو جديد، الا وهو ابو 90% لا، لازم 100% سليم تلعب. وعشان كده اعاد لاعبين من بعيد، لانه كان في لعيبه اجهدت بالمره، ولاعيبه اعتراها الصدى الكروي برضه بالمره يعني، لكنه رجع الناس كلها، فمكاسب عديده جدا. و ما كانش في الإمكان أبدع مما كان. أوكي. علشان يبقى كلام يحمل صيغ فنية. مش بس صيغ جماهيرية يعني. أستاذ عبد الحكيم، بما أننا بنتكلم عن كابتن سامي قمصان، كابتن سامي رأيك في إدارته الفنية امبارح للمباراة؟ طبقا للأوراق وطبقا للظروف المحيطة بالمباراة، إدارة طبعا 10 على 10، وما ينفعش أنت تنتقده في جزئية أنه لجأ في بعض الأحيان للدفاع. هو بيلعب على قد الأوراق اللي عنده. أنت فرقة غايب عنك 11 لاعب أساسيين كانوا بيلعبوا، من أول أكرم وعمار اللي هم مصابين رباط صليبي، لحد آخرنا حمدي فتحي وعلي معلول، وبجانب محمود وحيد اللي أصيب أثناء المباراة. وأنت بتلعب ما عندكش باك شمال، لأن علي معلول الظهير الأساسي خرج من المعسكر الصبح، شعر بعض الألام. فبالتالي طبقا للغيابات، ايمن اشرف اللي بعده كمان، وايمن اشرف طبعا مصاب، فالثلاثه دول مصابين، فاضطر يلعب بكوكا باك شمال. فطبقا للظروف اللي قدامه، وطبقا لان برضو مش عايزين نقول جزئيه ان حته ان في مدير فني مشي، ممكن ناس تقول لك ده طبيعي. طبعا ده طبيعي، بس بيأثر حتى لو بجزء صغير جدا. فطبقا للظروف الموجوده، وطبقا للاصابات، وطبقا للارهاق اللي النادي الاهلي بيعامل معامله كابتن اسلام، انا بصراحه لحد دلوقتي مش شايف حد بيتكلم عن الموضوع ده، اللي هي جزئيه انت بتقول لي اصل انت لعبت. طب انت بتعاقبني على ان انا بلعب دوري ابطال افريقيا، بلعب كاس عالم للانديه، بلعب سوبر افريقي، بتعاقبني؟ انت بتتعاقب. بتعاقبني؟ يقول لك اصل انت ماتشاتك اكتر. انا بلعب مثلا من 18 او 22 مباراه زياده في السنه، او من 10 ل 18 او من 12 ل 18 عن اي فريق، فتعاقبني تخليني العب كل 3 ايام. تخيل يا كابتن احنا بقى لنا قدمنا على 3 ايام وهتلعب، ولسه هتلعب مع سموحه، هتلعب مع سموحه بعد بكره، هتلعب مع وادي دجله يوم السبت، هتلعب يوم الثلاث في كاس مصر، شوف هتروح اسكندريه، ترجع على القاهره، تطلع من القاهره تطلع على الجونه، هتقعد 5 7 بقى، ويا للعجب اسبوع يا حكيم من غير لعب. طب ما كنت اقسم ده ايام كده ترانشات، ده اسبوع لحد دلوقتي يا استاذ صام. انت ممكن يحط لك ماتش فيه عشان يفضلك وقت يوم 21/7 عشان يلعب فاينل الكاس. ما خلاص هو الاهلي قصدي مدرب، لكن بقول لك العشوائيه باينه حتى في دي، ان انت كان عندك كتله ايام كان ممكن توزعها فتريح الثلاث ايام تخليهم 4، فكان ممكن جدا اليومين يبقوا 3. فكان ممكن جدا ان انا اطلع اقول طب ما نلغي الدوري بقى. لا 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 لا، هنا الموضوع مختلف. لا يا كابتن، الموضوع مختلف تماما. انا بتكلم على تكافؤ فرص. أوكي. ما بقولكش الغي، بقول لك بمعنى ان انت هتقول لي طب ما الفريق لا عارف طبعا، بس انا بقول لك يعني انا بقول لك هو يعني بيجاوب يعني في حدود اللي انت بتقوله. الناس اللي بتتكلم عن الموضوع ده ما عندهاش ادراك بالواقع. طب انا دلوقتي اللاعب
كابتن سيد اتكلم عن الموضوع. اللاعب دلوقتي بتاع النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي عنده مشكله ان هو ملتزم بعود لاعبته. اللاعب دلوقتي لو انت نهيت له الدوري مش هتدي له فلوسه؟ مش هتدي له مستحقاته؟ مش هتدي راتب الجهاز الفني؟ مش هتصرف كل حاجه؟ طب الانكم بتاع النادي، الدخل بتاع الرعايه هيجيب منين؟ ما هو لازم كل واحد قبل ما يتكلم يحسبها كويس جدا. القصه كلها مش انك تلغي مسابقه، هو فين الدول اللي بتلغي المسابقات بتاعتها؟ مفيش. ولا انا عشان خدت حقوق الرعايه بتاعتي فما يفرقش معايا الباقي؟ لا، لازم نحسب الحسبه كويس جدا. اوكي، هلا صراحه نادره جدا، يصعب فهمها. ودايما كابتن اسلام اقول لحضرتك وجمهور قناه النادي الاهلي المحترم انه اللي بيحصل ده لا يحق ابدا للناس اللي بتدير الكوره انها تقدمه كنموذج للكره المصريه. نعم، لانه ألف باء بيقولها صديقي وزميل العزيز عبد الحكيم، انه يقولك انت لسه هتقول لي ادي اللعيبه ولسه في رعاه ليهم حقوق وما ترتب على ذلك، والجزء الفني اللي هيغيب عن الكل في تقييمك للاعبين عن اكتر من نصف المباريات. في نقطه ثانيه، ده لا، ما هي سمعه مصر كده انك متجاوز كل دول. ده انا بشرح، فخلاك تقول الف ب، يعني خلاك ترجع لالف ب علشان تقرا الخطاب. أوكي، تخيل والناس بتتكلم 100 لغه في البلد اللي جنبك على طول. لا يعني المفروض بقى يبقى في اتقاء وجه الوطن الحقيقه، يعني اللي ما حدش اصلا بيتكلم عنه غير لما تيجي تلاقي اي حد مزنوف يقول لك احنا مصر. يا عم ازاي بس؟ مصر دي تبقى عارف كويس قوي انها تستحق الافضل، تستحق نموذج رسمي نظمي فهمي. قد ايه المشهد امبارح لما تروح للماتش ان انت صحفيين زملاء شبان واسال حكيم لسه بادئين مثلا في الاقسام الخارجي وانت بتقول له هات الرانك بتاع المجر، فتلاقي قدام الفار ما فيش يا كابتن. ايه ده؟ ايه المشهد ده؟ حتى تبرير مقنع مفيش، فتكتشف انه الناس الفار لسه داخل عندهم، وبالتالي لا احد عندهم حضر كورسات دوليه ولا قاريه، ومن ثم ما عندهمش حد معاه شاره. طب حتى اقوله دي يا اخي، لكن سلطح ملطح باشا دي صعب 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 صعب. مين المسؤول عن كده يا استاذ صلاح؟ اتحاد الكوره، ولا شك في ذلك. يعني عشان كده حسنا فعل النادي الاهلي انه عايز بقى منها ومن هنا ورايح يبقى عنده دوكمنت دايما. انا قدمت الخطاب مكتوب فيه انهي اتحاد، وانت رديت عليا بالموافقه من عدمه عبر اللي جالك من هذا الاتحاد او ذاك. على راي سيد عبد الحفيظ عشان ما يبقاش الخطاب لابس طاقيه لخفه. ايوه. بعد كده في نقطه ثانيه يا كابتن اسلام، قال لك طاقيه لخفه وفي عصفور اللي هو كان النجم. بعد كده في نقطه ثانيه يا كابتن اسلام، في تجربه حلوه، في تجربه حلوه عاملاها رابطه الانديه. دي انا دي اول سنه الناس دي، اول سنه ابداهم ان انا اتكلم في حاجه زي كده. المفروض ابقى سبورت ليهم، يعني انا عايز اعمل ليه كده من اول مره؟ ما ينفعش انا اسيب، المفروض سبورت للتجربه، والناس استلمت موسم استثناء لازم اكمله، فلازم اكون سبورت ليهم وراهم ادعمهم لحد المسابقه ما تخلص، حتى لو 30/8 والناس عامله بلان ان الدوري السنه اللي جايه هيخلص في نهايه شهر 6 او نص شهر يوليو، ونبدا على بشكل كويس السنه اللي جايه. طيب، وبالتالي اللي جاي ايه بقى يا استاذ عظام؟ يعني هل احنا مستنيين حاجه معينه تحصل؟ كل دلوقتي حد اللي انا شايفه الحقيقه في الرياضه، بتكلم بشكل عام، ما بتكلمش على حد معين، ولكن بتكلم بشكل عام، ان انا عندي مشكله في النادي بتاعي فهطلع اخبط في النادي الاهلي والزمالك احيانا واقول ايه اصل الاهلي وما بيلعبش وما بيعملش وما بيخليش وما بيسويش. عندي مشكله في بيع بعض الاسهم في احد الانديه او في بعض الانديه بتاعي، يطلع يقول لك ايه اصله، ما هو اصله ما ازاي ده الماتش لازم يتعاد، ماتش ايه اللي يتعاد؟ ما يعني هو ده دي الجمل. وبعد لا احنا انا مش بقول كده عشان، لكن احنا هنفضل كده لغايه امتى؟ لغايه يعني الى متى سيظل الوضع بهذا السوء؟ لغايه لما يجي قرار سيادي بانك تفتح زاويه الرؤيه زي ما بتتفتح في مصر الجديده في الجمهوريه الثانيه على مناحي كثيره في هذا الوطن. نعم. وبالتالي تفحص اوراق صناعه كره القدم اللي ما حدش بيتكلم عنها خالص، اللي هم مفهمين انهم عاملين احسن حاجه، اللي هم اصلا مفيش حتى ابجديات الاداره، اللي هو انت مش فاهم مين بيعمل ايه عشان يوصل لايه. الناس حتى لحظات القرعه مش عارفين ان الكاس هو قرعته عند اتحاد الكره. طب والاهم اللي خرج عشان يقول القرعه موجهه؟ طب ما هي القرعه موجهه عشان في فكره الصناعه، فعندنا فريقين كبار يمكن إذا استطاع الوصول أو أحدهما كفيل بمبيعات أفضل في النهاية، هذه واحدة. والتانية إن أنت أصلا مش واخد بالك. قبل ما تروح للتانية، هل ده عادل؟ ما
انا بسالك الاسئله اللي دايره عادل طبعا لانه تم الاتفاق عليه. أيوة. ما فيش حاجه مفاجاه. ده هو في كاس العالم يا كابتن الاتحاد بتحط الدوله المضيفه والدوله البطل تحطه في مجموعه واحده؟ مستحيل. ولا بتصنف تحط مجموعات؟ مستحيل. الا اذا لازم بيكون بتسيب دي هنا ودي هو هنا. هو استاذ عصام جاوب الحقيقه. ما انا بقول لحضرتك هو ده الاهم ان هو انا بتكلم على هنا مش على كاس العالم بقى لانه هيقول لك ايه اصل بتكلم على كاس العالم. طب انت لا اكلمه عن اي حاجه تعجبه. حضرتك بقالك 20 سنه متفق بتعمل نفس الموضوع بالظبط. اللي قال له بقى ان القرعه ممكن تتلعب احنا نقول له بقى وحضرناه والكرات المثلجه والكرات الساخنه. يا صديقي العزيز انت وهو ما كانوش جابوك انت اللي تسحب، كانوا جابوا نجوم وعملوا لهم يعني مكياج حتى يجيبوا اسلام الشاطر، بس ما هوش اسلام الشاطر يعني ناس تبعهم يا استاذ. حتى انت لو عايز تفكر شمال شوف الشمال بيصنع ازاي. يبقى صنايع حتى في الشمال فيجيبوا ناس اما تسحب ايه هوبا. لكن انت بايدك انت بايدك ازاي يعني؟ عمر الحاوي ما بيضحك على اولاده يعني مستحيل يا كابتن. وبالتالي هي ايه عارف كان في شخصيه اسمها جنجح يعني ايه لا اللي هو طول الوقت ايه زي كده انا معترض انا معترض ليه لا انا معترض يعني ما عندوش حتى ليه هو انا معترض. فجنجح لازم يطلع يقول حاجات غريبه ليه هو بيرى كده انه اثار يعني الراي العام هو بيرى كده انه بقى له طله على الناس. لا حضرتك بتتكلم بشكل عام بشكل عام طبعا عن كل حد بيتكلم في يعني القواعد في القواعد المنظمة وهو مش فاهم بلا إدراك بلا فهم وأيضا من غير ما يستشرق إن هو ما حدش هيرضى له الظلم. أيوه. وبالتالي كان كده. عليه والأقوم إن هو يدافع عن حقوقه في إنه يطالب باتحاد بجد مش يطالب إن أنا نرجع للبداية بقى يدعمني. إن يجب أن يكون هناك اتحاد مختلف يا أستاذ عبد الحكيم. طبعا لازم يكون الموضوع بعد كده. بس في نقطة أنا بس عايز أكملها كابتن إسلام بعد إذنك. هو دلوقتي لما كان كابتن سيد اتكلم مره قال لك بصوا في ورقتك. طيب دلوقتي كل واحد بيطلع يقول لك ايه خدمه نادي بعينه خدمه مش عارف مين. طب دلوقتي مش ما حدش قال لحد بص في ورقتك ما حدش ذكر كلمه بص في ورقتك خالص وبعدين يعني مثلا الاهلي السنه اللي قعدت محطوط في طريق بيراميدز وكان قبلها مين وكان قبلها مين. هل الاهلي طلع وقال لك دي قرعه موجهه ان انا كان عندي فرق من النسخه اللي احنا بنلعبها اللي النسخه القديمه لسه مستمره؟ عمل بيان على المعلم هو لاعب انبي وبيراميدز. لا ما هو قالك الاتفاق كمان. ما هو انا متفق طلع لي بقى انا اسف الزمالك وامبي وبيراميدز في المجموعه بتاعتي او معايا خلاص اوكي. لا انت طلع لي بقى انديه من الدرجه الثالثه والثانيه والرابعه برضو اوكي انا لا مالي. ده احنا وقت ما كنا بنلعب امبي كان في ناس منافسه بتلعب نادي درجه ثانيه وده مش عيب على فكره. لا ما هو ده طبعا الزمالك ده مش عيب الزمالك ان الزمالك كان ساعتها بيلعب طريق القرعه وده كده دي قرعه ما عنديش مشكله فيها. لكن انت عندك مشكله داخليه في النادي عندك مستحقات ما بتديهاش في لاعب هربان من عندك ما تديش فلوس ومش كده. الاسماعيلي هنا اوكي انا اللاعب ده الناس كلها اتكلمت اللاعب اللي سابك من شهر يناير ومحدش اتكلم عنه واللاعب سابك مفيش مستحقات. يعني انا بشوف ان التركيز يبقى افضل من النادي الاسماعيلي على النواحي الفنيه لانه يعني ما تطلعش في الاخر النادي الاسماعيلي ده جزء من نادي محترم جدا ونادي كبير جدا. النادي الاسماعيلي ده جزء من التاريخ كره القدم المصريه هيظل كذلك طبعا. الضلع الثالث ده ملزمة يعني يقول لك اهلي زمالك اسماعيلي يعني ملزمه مهمه في كتاب تاريخ الكره المصريه. لكن جمهور الاسماعيليه لازم ياخد باله اللي بيتقال لك ده كلام مش صحيح حتى في وقت الاهلي يلعب في اسماعيليه من عدمه. ويجب ان يعي يا كابتن اسلام. كمل بس النقطه دي يا استاذ عصام مهمه جدا. اذا كان لدى اداره الاسماعيلي خطاب من جهات امنيه بتقول ليس لدينا مانع من حضور النادي الاهلي واللعب لا اتصور انه كائن من كان يستطيع. حضرتك انا واحد من الناس لعبت اهلي ولعبت اسماعيلي طبعا صح. مباريات لما كنت بلعب في الاسماعيلي مباريات الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه كانت بتبقى من احلى. سيبك بقى من جمهور عالمي وكل حاجه الجمهور حلوة. في كل حته كابتن جمهور الاهلي بيجي وكل حاجه جداً. حلوه وكل حاجه لطيفه. ايه اللي الحاجه مش بايديا يا كابتن؟ ما هو محدش قايل له الصح مش بايديك انت. انا عشان يستوعبه كنادي اهلي انا عشان يستوعبه هل المطلوب من النادي الاهلي ان يذهب الى الامن في اسماعيليه ويقول له انا عايز العب في اسماعيليه؟ اولا ده شيء ما بيتعملش كده يعني ما فيش ورق رسمي يتعمل بالشكل ده. لكن اذا اردت ان تكون ادارتك زي ما بتقول لك اسالها ان تخرج خطاب. والسوشيال ميديا دلوقتي ما شاء الله كل حاجه في خليه يطلع الخطاب انه جاب الموافقه والاهلي الجبار ده محدش قادر عليه عشان ينفذها. لم يحدث ولن يحدث
هناك في البلد اشياء كثيره جدا يعاد هندلتها، ضمنها الجمهور بيعود اهو والمدن دي هتفتح ان شاء الله. من ضمن مثل هذه الامور برضو يا استاذ عبد الحكيم اللي حصل السنه اللي فاتت كابتن علي بوجريشا ووجوده في النادي الاهلي واستقبال الكابتن خطيب للكابتن علي بوجريشا، الحاجات الحلوه دي يا كابتن اسلام، واتقالت في جلسه كابتن علي وربنا يديله الصحه سمعنا، لكن يعني الاعلام الرسمي في النادي الاهلي وانا عارف ده وسالت جمال لا ما حبش يبرزها انه، والكابتن سيد عبد الرازق ما فيش حد قال ان الاهلي ما بيجيش من عندياته، انه ده قرار هيتغير وانه قيادات الامن في مصر عندها خطط لكل حاجه يا كابتن اسلام. من هنا طبعا الى هذا الحين تمام النادي الاهلي ملتزم بما هو موجود، هم بقى اذا ارادوا تغيير الوضع مش عند النادي الاهلي، لكن انت ادارتك بدل ما تدي اللعيبه زي ما قال وبدل وعودها اللي قالتها في الانتخابات، بعيد عن النقطه دي حاجه ما تخصناش يا كابتن، لا تخصنا تخصنا احنا كنقاد لان ده جزء كبير، ومشكورا ان في قناه النادي الاهلي بتقول انها ملزمه كبيره في طبعا في كتاب الكوره، حرام عليهم بقى يفضلوا يبيتوا الجمهور ده متنكد على اشياء غير صحيحه 100% وعلى مسؤوليتي. صح ولا لا؟ طبعا. وبعد كده يا كابتن احنا احنا عارفين كويس جدا قيمه نادي الاسماعيلي، احنا كصحفيين عارفين قيمه نادي الاسماعيلي كويس جدا. ومن ضمن الكره اللي احنا كنا بنحبها او ما زلنا كره اللعب بتاعت نادي الاسماعيلي، بس القضيه كلها ولا لا؟ طبعا يعني بتشغلنا، بتخلينا نكتب ونبيع وكذا طبعا. بس يجب ان يعي المسؤول، انا ما اقصدش انا بتكلم على اي مسؤول، اي مسؤول في اي نادي يعي المسؤول قيمه الكرسي اللي هو قاعد عليه. ما ينفعش انا اطلع اخد قرار انفعالي، القرار ده انت فاهم معناه؟ يعني انا اسيب بطوله فاهم معنى القرار؟ طب جماهيرك دي اللي اصلا يعني انت حضرتك كنت بتقول احلى ماتش ماتش الاهلي والاسماعيلي، الاهلي او الزمالك الناس كانت بتنتظر هذه طبعا، الاهلي او الزمالك لو راحوا اي محافظه يا كابتن كان بتعتبر من قبلها بثلاث ايام عيد، عيد حرفي من اول المحافظ للجماهير العاديه لكل حاجه كل في المحافظه مستنيه. عايزين نرجع الايام الحلوه دي تاني بصراحه، يعني نفسنا نشوف الايام الحلوه دي تاني. لن تعود الا باتحاد كره حقيقي لديه مشروع، هذا المشروع يخلي مصر زي كل الدول، ما هياش اجراءات كل يوم يخترعوا ليها اختراع جديد ويضعوا لوائح، ما فيش حد يضع لوائح ترجمه، عارف الاهلي لما طالب حكام الخمس دوريات الكبرى نحن نريد ترجمه الخمس اتحادات الكبرى، اذا طلع واحد غير الثاني يبقى انا راجل مش هشتغل الشغلانه دي اولا يعني، واعدكم يعني اللي هو كيف ينسق الاتحاد، كيف تدار المسابقات، يعني ايه رابطه انديه مع احترامي ليهم، يعني ايه اشخاصها الطبيعيين يبقى بيشتغل ايه ولا ما بيشتغلش ايه، ليه مخصصات ولا ملوش وهكذا، لجنه الحكام يعني ايه، اللاعب المحترف اليوم الكامل وكذا. اذا جاء اتحاد يفرض ما هو مفروض في العالم اجمع، انا بقول لحضرتك في ثانيه، لان البلد دي ملهاش حل، البلد دي بس حط السدايه يا كابتن واخبط على صوابع اللي عاوزها مانوال بتلاقيها في حته تانيه، وقدمت الدوله نماذج يعني كتيرة جدا، مش هنقعد كل شوية نعيدها، كان 2019 حكيمه وانت كنت موجود طبعاً. وكأس عالم والراجل كان ممكن يقول مبروك عليكم انفنتينو، لكنه قال ستحرجوا كثيرا من ينظم بعدكم، الكبسولة اللي اليابان اتشجعت، اليابان اتشجعت علشان تعمل الأولمبيك جيمز بسبب الكبسولة وتنفيذها 100% في كأس العالم لكرة اليد. اذا انت لما بتدورها على طول بالسدهاية، مصر زيها زي ألمانيا في أوروبا، زيها زي أي بلد في القارات العظمى، لأن دي قارة ودول قارات، والحقيقة ده اللي بيوقف النادي الأهلي قصاد الناس دي، إنه عامل النموذج الدولي بينما الآخرين يا ريت حتى بيغطوا في المحلية، لا مش عاوزين يشقوا يا كابتن. وبالمناسبة النادي الأهلي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأيام تحديدا أهو مرة ورا مرة يوم ورا يوم بيرجع له ما قيل ان النادي الاهلي كان يعني بيعمل بيانات وكذا وكذا وكذا، بمعنى انه بتلاقي مثلا محمد بركات كعضو مجلس اداره لاتحاد كره القدم، انا ما بتكلمش على محمد كحاجه ثانيه، لكن بتكلم عنه كعضو مجلس اداره لاتحاد كره القدم وتعليقاته في الفتره الاخيره، وقول احنا هو قال كده، ده عضو مجلس اداره في الاتحاد قال ان اتحاد كره القدم بالفعل ظلم النادي الاهلي، ولازم نطلع نقول هذا الكلام عشان نقول مش كابتن بركات بس، ده الاستاذ محمد ابو رافع قال نفس الكلام برضه في برنامجه، قال نفس الكلام، وبعدين تصريحات باترس متسبي نفسها امبارح ده اللي انا كنت دي الحاجه الثانيه اللي كنت هتكلم فيها، بس انا اللي بتكلم على حاجه بقى لا ما تنسوش الكابتن حازم لما نزل متحدثا عن المجلس وكل الشباب اللي هم ذهبوا للتغطيه زملائنا الشبان
قالوا له ده وحش وده وحش، قال لهم انتوا ليه بتقولوا الدنيا سودة؟ احنا عندنا حاجة حلوة. انا بقول لك النص بقى اسمها النادي الاهلي، لان النص كان فيديو يعني مش كمان حاجة الولد كتبها مكتوبة لا. واسمها عندنا حاجة حلوة اسمها النادي الاهلي، لسه لاعب نهائي افريقيا ولسه واخد اللي قبلها. لكنه طبعا بخف الدم يعني الثعلب راح قال ايه، او الزمالك برضو ما اخد كونفدراليه يعني حاجه لطيفه لطف بيها الاجواء، لكن هو بنفسه اقر انه في ظل هذا السواد الاداري عندنا حاجه حلوه اسمها النادي الاهلي. هو الكاف لما يغير النظام ده بسبب ايه؟ ما بسبب ان النادي الاهلي اثبت انه على حق. الدكتور باتش مصيبي لما يطلع امبارح يقول لك انا مقدر جدا غضب كابتن محمود الخطيب، مقدر مرة. جدا لتاني مره مقدر جدا موقف النادي الاهلي، ويغير يقول لك ان احنا هنلعب بدل مباراه واحده فاينل نهائي دوري الابطال هنلعبه من مباراه ذهاب وعوده، ونرجع لنظام الذهاب والعوده. ده اعتراف بان النادي الاهلي كان موقفه صحيح 100%. والموضوع ده على فكره بقى خلاص يعني مش محتاج مننا كلام، ان الكلام ده اثبته التقرير بتاع اللجنه اللي شكلها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اقر بيه كابتن محمد بركات، اقر بيه دكتور باتس متسبي ان النادي الاهلي كان على حق. واعتقد ان يعني انا مش عارف الصيغه تكون ازاي للاهلي يتعوض عن حق، والله انا مش عارف الصيغه تكون ازاي، بس يعني هتعرف قريب في صيغه محترفه. لا هتعرف قريب في صيغه، لا انا عارف في صيغه محترفه برضو. نتاج السيرش اللي الشباب اللي معانا في الموقع بيعملوه ما شاء الله عليهم، كل حاجه بتيجي كابتن. وانا قلت لحضرتك حتى بره البرامج انه دايما بخليهم يبحثوا وياتوا بالنموذج اللي صح. المفروض يتعمل في ده، معناه انك تطلب التعويض من الجهات التي اوقفت انك انت ليك فلوس عند الرعاة ما خدتهاش، انك انت كان يجوز ان تمويل الرحلة يعود عليك بكذا، كل ده بالبطولة. يثبت وتقدم به اولا لما هو اجرائي تبعا للاتحادات المحلي والقاري، ثم تذهب نحو المحكمة حتى المحكمة الدولية نفسها لإثبات، عارف زي على المتضرر يجوا للقضاء، المتضرر يلجأ للقضاء بس المرة دي القضاء الكروي. النهاردة بقى وانت بتقول ده على ثبوت حقوق الأهلي مرة ورا مرة اهو، فيأتي تعيين الكابتن محسن صالح ضمن المنظومة واللجنة الفنية لتطوير الكرة الأفريقية، نفس بتوع المطبات الصناعيه يروح قايلين ايه بقى. اه شفت بقى عشان حبايبهم راح جايبين لهم محسن صالح. مين حبايبنا؟ محسن صالح يا ناس، احنا اكتر ناس اتظلمنا من الكاف يا جماعه. محسن صالح يا جماعه، محسن صالح وهو من هو في كره القدم يا جماعه، قيمه كبيره يعني ده كلام برضو. طب افرحوا للمصري العربي الافريقي محسن صالح، ولا عشان هو دلوقتي محسوب على اللجنة الفنية أو اللجنة التخطيط في النادي الأهلي؟ ما ينفعش، هيبقى شكلك وحش. بينما أنت عمال تدور نزرع مين في الكاف بعد ما الكوتة ضاعت يا كابتن إسلام، وقلت لك هنا وإحنا موجودين الحلقة اللي قبل اللي فاتت، من سيحصل لمصر على حق الكوتة؟ وأنتوا أكدتوها والكابتن شطة أكدها، في كوتة لدولة المقر عصفت، بينما العربي المصري المهندس هاني أبو ريدة موجود لم يطالب ببقائها ضمن بروتوكول. دي بقى لا منحه ولا منه ولا اي حاجه، بروتوكول خالص، ده بروتوكول. طب احنا لما هم اللي بيطلبونا نشوه؟ هو صحيح مش هينفع التشويه لانه كلام مضحك. منعت او حرمت منك يكون لك تمثيل في اللجان؟ كل لجان الكاف دلوقتي طبعا ما فيهاش ولا واحد مصري، يمكن كابتن محسن صالح ده بقى الوحيد اللي موجود، مفيش غيره. طبعا كابتن عصام ده موجود في شمال افريقيا عشان الناس بتبقى فاهمه، بس لجنه حكام شمال افريقيا مش اللجنه الرئيسيه، الكاف. مش الكاف، برافو عليك، رائع. فاحنا اتحرمنا بفعل فاعل ولازم ندور في الملفات دي. كابتن عصام كمان محاضر دولي، ايه بتضحكش؟ والله انا بتكلم بجد، شو كابتن عصام محاضر دولي؟ ما اظنش. عصام فتاح، انا عايز بس الناس تقعد تبص على الحكم، اهو ماتش الاهلي والزمالك والاهلي اتعادل تمام، يعني الاهلي ما كسبش. الناس تقعد لا تتعلم. وكان الاهلي ممكن يتغلب في اخر كوره اللي بتاعت امام عاشور دي، واول عادي كوره احنا نفسنا الناس تجيب الحكم ده بجد والله العظيم، تعلم منه، تحطه قدامها كده وتشوف الراجل كان بيعمل ايه. بص يا كابتن، اتحداك ان كان لو انت حضرتك بس يمكن عشانك متخصص شويه فكنت عارف اسم الحكم، اتحداك ان حد من الجماهير يفتكر اسم الحكم. شوف معلق المباراه لو ذكر اسم الحكم هتلاقيه ذكره مره او اتنين من باب ان انا ايه عارف اسباني بس مش اكتر. ما اقصدش حاجه والله، انت مش حاسس بيه. لا حلو، انت مش موجود، الراجل انت مش شايفه خالص. الراجل من كتر سهوله المباراه الراجل بيتحرك بطريقه انسيابيه جدا، تحركاته في الملعب نفسي والله بجد مش لازم الانفعال تجري لا يعني بهدوء. لا مش كده، مش هي دي حركات اللي هي اللي من فوق ما تفهمش يعني. شوف الراجل حتى لما كان بيروح بهدوء بيبتسم للاعب،
مع ان الامور بسيطه جدا. شوف تتعلموا منه. ما هو ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها يا استاذ عصام، كيفيه تطوير التحكيم المصري، حكام اجانب بقى هتطوروا ازاي؟ وهو اصلا يعني السيد اليخاندرو وعصام عبد الفتاح بيقول لنا حاجات غريبه، ده ما خدش باله ان هو المنوط باختيار طاقم تحكيم لاداره اهم مباراه في الدوله اللي بيدير حكامها، فيقول على الحكم وحش. طب انت جبته ليه؟ انت بتوزع على نفسك تومه يا كابتن، ازاي تقول كده؟ هو انت جيت فجاه كنت مسافر ليبيا مثلا ومش موجود معانا، وجيت لقيت ناس لجنه حكام تانية والعياذ بالله جت وجابت الحكم ده او الطاقم ده، ده انت اللي جبته يا حكيم. تروح طب بمناسبه خبر ابيض الحكام، بما اننا بقى بنتكلم عن الحكام برضو، اللي انا سامعه ويمكن الكابتن حازم امام قال هذا الامر، انه هناك مقاومه شديده لعدم وجود خبير اجنبي على راس المنظومه. يعني طيب هل حضرتك مع وجود خبير اجنبي ولا لا الاول؟ انا مع وجود خبير ومعاه اثنين زي كل الدول اللي حوالينا، بيجي رجل ومعه شخصين اخرين عشان يشتغلوا معاه زي ما بنقول على الكوتش حكيم ومعاه ستاف، يبقى اثنين مساعدين، وبتاتي لجنه من جيل بقى جديد تشتغل لجنه حكام، هو اللي بيدير الاثنين، لكنه هم على طول عمالين يتدرجوا. عارف بقى الاهم من كده ايه؟ بيجيب طواقم أجنبية جيد تحكم بعض المباريات، علشان لما يجي يعمل الحكاية بقى مش عشان يجيب بقى ايه فجأة لما تحب تهيل التراب على حاجة تقول ايه السمسار حكام. لا يا صديقي، لما كان في السعودية مش قاعد سنة ومشوه، العقد كان سنة. الثانية انه سمسار حكام مش صحيح، ده كان ضمن الديل اللي عامله. ليه؟ عشان لما يقعد كرئيس اللجنة او المطور يبقى الحوار على حاجات طبعا يعني. يبقى الحاجات على لحم ودم مش على شرايط وسيديهات. مش اللجنه بيبعتوا للحكام يا كابتن عندي عندي انا معاك في هذا الكلام، لكن لا ده انا عندي البتاعه دي ببعت لهم تيجي شاحن اللي بيحضروا والله تيجي شاحن النت. كلام منطقي يا استاذ عصام، بس ليه انا حاصر نفسي في كلاتنبرج بس؟ يعني ما انا ممكن اجيب عبد الحكيم ابو علي، يجيب علي برج، يجيب هو اي برج تاني، مفيش مشكله، يجيب علي برج ماشي والله العظيم، يجيب اي برج تاني. لكن التقدم له سكه واحده مشاها اخرون، اللي هي بالفزلكه يقول لك ايه، نحن لن نخترع العجله. اوكي طبعا احنا عايزين نسوق العجله زينا زي الناس، بس انا معلم ان كابتن حازم مصمم على الموضوع ده ومفيش تراجع فيه. ما هو ده كلنا مصممين على فكره، اصل بالنسبه لنا شيء جيد، بس هو بيجد مقاومه شديده جدا جدا في كل حته، عندنا وفي التلفزيون وهنا وهنا وفي كل البرامج الرياضيه. هو دلوقتي بتجد المفروض تنشأ منظومات اللي هي حكيم بيسموها، يقول لك ايه مثلا صحفيون ضد الفساد. بعض الحكام يعني حكام اصحاب المصالح عاملين حكام ضد التطوير، عاملين مجموعه دلوقتي اسمها حكام ضد التطوير. هي هنا المشكله، إيه هو جاي ايه ده يا جماعه؟ بس هو المشكله انك تسيبه يشتغل. هتسيبه يشتغل ازاي في ظل هذه الظروف؟ هي دي بقى النقطه، هو جاي كابتن حازم مصمم، بس لازم ياخد فرصته ويشتغل. اي اسم على فكره، ده دور اتحاد الكوره، اي الكوره بقى مش انت ولا انا ولا الكرة. طبعا مسانده حضراتكم كصحفيين كبار لازم يبقى واضح للكل ان انت في ظهر ده اللي بننادي بيه، بس يقولوا لنا مين اللي بيقف قدامه، واحنا نصحى الصبح نروح كلنا ناخد اتوبيس ونروح. كل النقاد ناخد اتوبيس. لا بس هي مش محتاجه كده، لان انا سمعت مثلا بعض رموز التحكيم اللي موجودين في مصر بيتكلموا عن ان احنا التحكيم المصري بخير، وان احنا عندنا حكام مصريين بعض رموز على السابقين مش الحاليين، لا السابقين السابقين ان التحكيم المصري على افضل، واحنا مش محتاجين تحكيم اجنبي ولا خبراء اجانب ولا طب احنا محتاجين ايه؟ هيقول لك على طول اعمل للحكم حمايه، اعمل للحكم رعايه، طب معلش ادي الحكم فلوس. لا ثواني بس حكيم، ايوه صح بينما هو انا سمعت نفس الكلام كده بالظبط، اللي هو ايه هات فلوس وانا ابقى كويس. يعني بتقول لابنك لازم يا ابني اوديك تاخد كورس انجليزي، طب ما تبقى كويس الاول وبعدين تاخد كورس انجليزي، فيقول لك لو جبت لي ساعتين ديجيتال واربع نظارات شمس من المقلب هبقى انجح. لا طب انتوا لما مسكتوا التحكيم ده، انتوا مفيش حد فيكوا بيخلي الحكم اللي راح يلعب ماتش في اقاليم يبقى زيه زي الاجنبي، يحجز له في اوتيل ده من فلوس الحكام، ويبعت مع واحد من العلاقات العامه يقول للامن على بوابه الاستاد معايا الطاقم الحكام اللي هيلعبوا الماتش. انت اصلا لما مسكت ما عملت لهمش كده يا اللي بتتكلم، انت بقى تقول لي التحكيم بكده. لا على فكره هو مش واحد، انا سمعت اربعه خمسه اكتر من حد. ما انا بقول اللي بيتكلم هو بس التناقض الغريب يا كابتن اسلام، انت ازاي بتتكلم تطلع تكلم الناس ان انت عايز كوتش اجنبي
لتطوير مثلا اداء المنتخب، وفي نفس الوقت لما يجي يقول لك عايز راجل خبير اجنبي في التحكيم تقول له لا او بتاع. طب ازاي يعني انت لما تخاطب الناس تملي كده تعود عد الكلام على اهلك عشان. بس هو بالمنظر ده برضو يا استاذ عبد الحكيم يا استاذ عصام، انا راجل دلوقتي شايف ان قد يكون عندي مشكله في الناحيه الفنيه كمسؤول، شايف ان عندي مشكله في الناحيه الفلانيه في اتحاد كره القدم او في منظومه كره القدم هي الحكام. ايوه بس المنظومه دي بتعتمد على مين؟ هي ما بتعتمدش عليا كمسؤول، هي بتعتمد على شوف كم الف حكم موجودين. لا ولا كم الف ولا حاجه، لا لا خالص 10 مش قصدي يعني بالاعداد، انا قصدي ان كام 500 600 حكم موجودين في مصر كلها، ال 500 600 حكم هم دول اللي بيقيدوك، هم دول اللي بتشتغل من خلالهم. تمام، فلو واقفين ضدك خلاص هشتغل بمين؟ ومين اللي يقدر يديك دليل؟ لا مش فاهم يعني ايه واقفين ضدك، مين اللي قال اللي واقفين ضدك؟ مجموعه المصالح. لا مفيش حكم يا كابتن مش عايز، مفيش حكم يا كابتن مش عايز يتطور اداؤه ويروح كاس عالم ويروح كاس امم ويكون موجود في المحافل. المجموعه مستحيل يا كابتن، لا حكم مستحيل، لا حكم رافض التطوير. مفهماهم ان لو ما بقتش معايا هعتبرك ضدي، مش هخليك تشوف ماتش يا كابتن في حكم. اه لو مسكت رئيس يعني طبعا، لا لو وافقت على الانتقال ده او التطوير. أيوة ده طب ما ده في حكم لما رفع صباعه في صوره كده وقال صعب تترك شيء بتحبه، جابوه بعد 3 اشهر الراجل متنحي جانبا ادوله ماتش. اه كان على السوشيال يعني مش جايبها سر انا. وهكذا واحد قال لهم انا مش هسكت، تعالى يا ابني بكره وروح لعمك واجي هوفا يديك ماتش. عادي جدا. وبالتالي الموضوع كابتن اسامه النهارده بيدعي على بلغاريا قوي. يا جماعه صح، بلغاريا ورومانيا والمجر، بما ان والمجر والمجر مجموعه جميله من البلدان يعني في شرق اوروبا. وبالتالي انا نفسي بس اللي يقول لنا لما مسك التحكيم او كان قريب من اللجنه ايه اللي عمله بالظبط، ثم يقول لنا هو ليه امله كله انه يبقى عضو قاري او دولي. مش دول برضو اللي احنا بنقول هاتوا منهم، واحنا بنقول هاتوا ناس منجمين يا حكيم او صحراء. احنا عايزين من الحتت اللي انت عايز تروح، اللي انت متلهف تبقى محاضر عندها او فيها من خلال ايه؟ من خلال جوتنبرج وسيد برج ومحمود برج، بتروح تتعلم معاهم علشان تاخد ترخيص. طيب. بتاع محاضر. اتمنى ان الكلام اللي حضراتكم بتقوله ده بيحصل اخيرا يا عبد الحكيم، لانه مهم جدا. باور يحصل ولا تتمنى انه يحصل؟ انا اتمنى ان هو يحصل يا رب. انا يعني فكرتك بتقول هو بيحصل اخيرا، قلت ايه ده بيحصل. اسلام يحلم بغد افضل، هيجي ان شاء الله بغد افضل، هيجي والله. استاذ عبد الحكيم برضو باولو سوزا واختياره كمدير او هو المدرب المحتمل لمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه، يعني كلام عن تولي القياده الفنيه لمنتخبنا الوطني، ايه رايك؟ هو مدرب كسيفي مدرب كويس جدا، بس يعني ناس كتير عندها على تحفظات على حاجه معينه. لا مش تحفظ عادي يا حكيم. ما انا بقولك عنده تحفظ، ما احنا مش عايزين نذكر التحفظ عليه، بس هو في تحفظ على حاجه معينه. بس انا توقعي ان لسه يعني لما لسه يعني انت بيقولوا يوم الاربعاء لما يقول عندك معلومه بكده، هو الكلام كله عليه بيقولوا حجزوا له اللوكان ده كمان بس طيب. ده يتبعه يعني شيء رغبه عارمه. خلي بالك مصر تحترم تعهداتها بالمناسبه، يعني مصر الدوله حاجه ومصر الشعب حاجه. لم ياتي اي يوم ايا من اركان دولتنا يقول لك شيك هاند مع الناس دي خالص، لم تحدث ولن تحدث على ما اتصور. وعليهم ان يراجعوا نفسهم في القصه دي، ده بقى اللي مش اخر واحد في الدنيا بامانه يعني. زيه كده كتير طبعا طبعا، يجيبوا لنا نفس الفلوس ونفس السمات، وانا والراجل ده نسهر يومين امرنا لله نقدم لهم 10 سيفيات يعني. يتمنوا قياده مدير منتخب مصر بعد كده اقل يعني. ونفس الكلام برضو بينطبق على المدير الفني للنادي الاهلي. احنا دايما متعودين من النادي الاهلي يعني خلال الاسبوعين اللي فاتوا او منذ ان انتهت العلاقه ما بين موسيماني والنادي الاهلي، وحتى الان حتى الان حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها كل يوم مدير فني للنادي الاهلي، ولكن يعني دلوقتي الكلام كل يوم انفراد عن مدير فني او الأهلي. كل يوم انفراد صحيح، وفي الاخر محصري انفراد محصري احنا دايما او انفرادات صحيح احنا متعودين دايما ان احنا ننتظر مجلس اداره النادي الاهلي، لانه حتى دي حتى القريبين قوي ما بيبقوش عارفين ايه اللي بيحصل. يا استاذ عصام، في مره من المرات يعني في يعني مجالس سابقه، ربنا يدي الكابتن حسن الصحه الكابتن حسن عمدي، يعني وصلت مع احد المسؤولين وقلت له ايه، طب اقول لك حاجه، المعلومه اللي عندي انا لو ما ضحكتش او ما ابتسمتش اعرف ان حتى صح، يقول لي لا يعني فما فيش فايده. هذه تقاليد واعراف يعني. وبالتالي طبعا الاهلي يحمي ده، لكن انا احس ان جزء من الموضوع اللي بقول لك عليه حكايه اقامه المطبات
ما علمت انه بعض الناس كان بيتوجس يعني خيفه انه ممكن حد يروح يكلمه، واللي اتقال له بحسب معلومات انا يعني مش مهم حتى بالضروره يكون النادي كان بدا يكلمه، لكن عرفت من اصدقائنا عايشين بره ومنفتحين اكتر مننا يعني على العالم الخارجي انه في كلام اللي يوديك مصري، ده في حد اتقال له النادي ده اصلا كل الناس ضده الا يوديك. قد لا تستطيع انك تعمل عملك يعني او تجيد ما عملت، ده كل الناس بتبقى ضده وبتاعه ونادي ونادي ثقيل ونادي على جنب. ده لو دخل على الانترنت هيعرف ان الكلام ده صح. لا 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 مش الكوره، مش بيتكلم في الكوره ولا الاداره، انه نادي يعني ايه يعني شايف نفسه وبالتالي في كيانات كتير ضده يعني. فانت بتوصل معاك للدرجه دي. فالاهلي عليه ان هو اولا كان يتفحص الاوراق اللي هو عايزها، وإذا كان هو ريكاردو يعني ولازم تستشعر برضو لحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا في الجزء الرسمي يعني. أنا وحكيم حتى كنا بنتكلم مرة وإحنا جيلينا هو بنقول إيه إذا كان هو يعني بنتكلم محدش يعرف زي النادي يعني. بس كابتن النادي الأهلي تأخر واختيار خد وقت يعني. خد وقت الشغل بيحصل جوه يعني. أنت الأربعة خمسة اللي بيديروا الملف مع لجنة التخطيط، أنت عملت شغل بروفيشنال محترم بالظبط يعني، اللي هو الشغل المؤسسي. أنت عندك قائمة أسماء بتحصرها، بتبتدي تشتغل، بترتب، بعد كده تتكلم. فكل ده اللي مخلي الناس كلها كانت ايه مثلا الاهلي عامل سري. لا الاهلي مش عامل نطاق سري، الاهلي بيشتغل. مش هينفع اطلع اقول لك انا بتفاوض مع الخمسه سته دول، ما ينفعش طبعا، مش منطقي. لكن مثلا لما لا والمفروض الاهلي يعمل في نطاق السريه، لانه زي طبعًا. زي ما الاستاذ عصام قال هناك بعض المعوقات دائما بتكون متواجده، او مناسب او منافس، خليه منافس بيبحث ولاقي في السيرش بتاعك ان هو حاجه كويسه. والنقطه الاهم يا كابتن السريه دي اتفرضت برضه عشان مثلا الناس تبقى فاهمه، انت عندك فريق بيلعب كل 48 ساعه ماتش. بس خلي بالك انت بره الفرقه. لا 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 برضه يا كابتن لما اجي اطلع اتكلم صدقني بعيد، انا بكلم اللعيبه كتير فصدقني بعيد. بص هتاثر حتى لو بشكل غير مباشر على تاثير الناس اللي شغاله. بص كل 48 ساعه ماتش هتلاقي برضه يعني المدرب طب جاي النهارده طب جاي بيشغله يعني عايزين يعرفوا هو مين ولا ماشي. بس ما هو فانت افصل تماما لحد ما توصل لتمام وتعلن في خلال يومين ثلاثه او يمكن اكتر شويه، يمكن اقل شويه، ما حدش عارف. اعتقد بص يمكن اقل يمكن اكتر، لكن الحقيقه طريقه الاختيار عشان بس يعني فعلا يعني الاستاذ بقى عبد الحكيم ومن الناس الحقيقه اللي بتتعب في شغلها طبعا لازم يذكر اللي هو قاله. الاهلي بيشتغل بمؤسسيه واحترافيه، فقعد ياخد وقته في تصفية الأسماء ثم وضع ما يطلق عليه المدرب المشروع أم المدرب الاسم. ويفاضل الكلام ده بيزعل ناس والله. لا بيزعل قوي المشروع. طب احنا ما بنقولش حاجة غريبة. 15 يوم دي 15 يوم ناس فاكرها يعني مش كتير خالص يا جماعة. لا ده في نقطة مهمة جدا. انت في حد بيكتب العقد، بتحط انت بنود، بتروح للراجل، الراجل بيحط بنود ده بعد الاتفاق. تخيل يا كابتن البنود انت بتحط فيها ايه دلوقتي؟ انت ممكن تتناقش في ايه؟ ان جزء من العقد يكون اوبشن لفوز ببطولات. انت متخيل البنود دي كلها ويتغير وتروح للمحامي اللي ده محتاج له مثلا اربع خمس ايام لوحده مؤكد ومحامي يعني طبعا المحامي بيكون دولي لان انت بتتعامل مع واحد من بره فبيترجم للغتين والعقد اتكتب بلغتين فحوار كبير ناس يعني الناس مفكراها حاجه سهله يعني سهله جدا الموضوع بسيط ويوم وليله وقلب وتلاقي بس هي فتاوي فعلا السوشيال كتيره طب يدفع 3 مليون ليه في راجل قيمته مش 3 مليون ده كان بياخد 37,000 يا جماعه ده اللي اتقال انه قياسا على الشرط الجزائي المعلن اذا كان هو برضه بطريقه النادي الاهلي انه من 35 ل 40 وبينهم بقى الارقام دي طب الاهلي هيديله 3 مليون ليه يعني فتكتشف انه لو عايز تقسمها تقسيمه صحيحه الراجل في الاخر اولاند اول هيبقى واخد مليون ونص دولار هو وفريق عمله في السنه يبقى الموسمين ب 3 مليون دولار كمان مش يورو اذا كان هو اذا ما انا بقول اذا كان هو النادي الاهلي ما اصل انت النادي الاهلي ممكن برضه كصحفي لا تامل للنادي الاهلي ممكن كصحفي بقالنا فتره بيسمعوا على او بنسمع على اسم حد معين كابتن ما انا بقول عصام شلتوت مثلا هو المدير الفني للنادي الاهلي صح يعني. وكل الناس كتبت انفراد 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 ان عصام شلتوت مثلا هو المدير الفني صح تاني يوم قال لك يا جماعه احنا بنعتذر عبد الحكيم ابو علم هو المدير الفني ايوه انا فكرتك هتقول زي ما بنقول الفتى يا ما يطلعش كمان علي شلتوت لا يطلع عبد الحكيم ابو علم يعني ايه مش من بلده كمان قصدي يعني كمان الفكره بقول لك اذا كان هو ودي حاجه انا عارف انها بتضايق اللي ما عندوش شغل احترافي أوكي. اذا كان هو في الاخر حتى البونص اللي قاله يعني حكيم انه فكره اذا هو اراد انه كرجل يخرج من بلاده وعنده تجربه ويعرف حجم ضغطها حسب ما سمعنا طب ما هو لو عايز بونص الاهلي قدر يلاقي طريقه برضه حسب فهمنا اذا كان حصل انه يحط له
بونص. لا انا برضو بطريقه اذا كان هو يحط له بونص، هات لي ثلاث بطولات، مع اي مدرب بقى دي هات لي ثلاث بطولات اتليست بالظبط، ويبقى كذا اكيد هناك طرق معينه النادي الاهلي بيتفاوض بيها مع الجميع. الله عليك تسمع زوم يا كابتن مره واثنين وثلاثه تسمع. واللي عايز اقوله بقى للناس اللي بتدير الكوره، ان الاهلي برضو ما بيقعدش الخطيب والذين معه يالفوا حاجات عشان يقول لك ده لا طبعا ده نموذج للمان سيتي والبايرن، ما بيالفوش، حتى اللوائح ممتده بس من تقاليدنا وباخلاقنا وبطريقتنا وبكل ما يخص النادي الاهلي بالظبط، وبطريقه اداريه الناس دي اشتغلتها، حتى يعني تلاقي شغلته هو كان راجل بيدير شغل قبل ما يدير رياضه طبعا. لكن انت بتجيب ناس تفيق عليهم بالاداره وخلاص، كل واحد حواليه المجموعه 27 ونشوف بقى اللي هيحصل الفتره الجايه، هيبان بقى مين اللي هيبقى المدير الفني سواء للمنتخب الوطني او للنادي الاهلي خلال الايام القادمه ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا كابتن، شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا استاذ حكيم، بشكركم شكرا جزيلا. طبعا اساتذتنا الاستاذ عصام شلتوت اخونا الكبير واستاذنا يعني، والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، بشكرهم شكرا جزيلا على تواجدهم معنا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل جزء فني كبير فيما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز وكريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام. كريم سعيد طبعا مشرفنا ومنورنا. خليني ابدا معاك يا احمد على طول، رايك في اداء النادي الاهلي مع سامي قمصان؟ كابتن سامي قمصان طبعا. كابتن سامي قمصان بصراحه يستحق التحيه على الخمس مباريات اللي ادارهم، يمكن أوكي. كسبنا اربع مباريات وتعادلنا ماتش، هي اصعب فترات النادي الاهلي او اصعب فترات الموسم للنادي الاهلي الفترات الفتره ديت. فبصراحه يعني هو قاد المهمه في فتره صعبه جدا، شفنا فيها يعني تعادل مع الزمالك وكسب بيراميدز وكسب المحله وكسب ايسترن كومباني وكسب المصري بالسلوم، وكمان كانت في اكتر من بطوله يعني كاس مصر القديم، كاس مصر الجديد، الدوري المصري، يعني ثلاث بطولات في خمس ماتشات. فبصراحه يستحق التحيه، وهم دول دايما ولاد النادي الاهلي، ان هم بيشيلوا النادي الاهلي في الفترات والازمات دي. يعني لا قدر الله لو كنا امبارح خسرنا مثلا، كانت بطوله كاس مصر ادي بطوله ضاعت منك. لو كنت خسرت من الزمالك كان الزمالك قرب، يعني حتى لو جاي مدير فني مثلا او في مدير فني اجنبي جاي، كانت الموسم كان هيبقى نهايته مش حلوه. فكابتن سامي بصراحه على اللي عمله في الفتره دي هو وجهازه بالكامل، مع وجود كابتن سيد، مع الجهاز المعاون بالكامل، يعني بصراحه يستحقوا التحيه ان هم شالوا او قدروا ان هم يقودوا المركب بتاعه النادي الاهلي في الفتره دي. كمان شفنا تطوير لعيبه كتير، شفنا وجود لعيبه، واحد زي احمد نبيل كوكا ده بيقدم اداء هايل واكثر من رائع، بيلعب في اكثر من مركز. شفنا رامي ربيعه بيستعيد جزء كبير من مستواه، شفنا مرونه تكتيكيه كابتن سامي، لعب 4-2-3-1 امبارح، بيلعب بثلاثه ارتكاز، او مباراه بيراميدز بيلعب بثلاثه ارتكاز، بيلعب بطريقه دفاعيه، بيحاول ان هو يخرج بالمباراه، ان هو المباريات الكؤوس دي دايما بنقول ان هي تكسب ولا تلعب، يعني مش شرط ان انت تقعد تستحوذ وتلعب وفي الاخر ما تكسبش. فيعني في تطوير لحاجات كتير، قفشه بيستعيد جزء من مستواه، حسام حسن بدا يرجع ويجيب هدف، زياد طارق بياخد، كوكا بياخد، عمرو السوليه وحمدي فتحي بيتصابوا في بعض المباريات بس بيستعيد شخصيتهم، وليد سليمان بدا ينزل كبديل بتستفاد بيه، ناحيه اليمين كريم فؤاد ومحمد هاني. فبصراحه لا، الفرقه الحمد لله بدات ترجع بشكل احسن كتير عن الفترات الماضيه، وكمان تحسن الحاله البدنيه. كريم، طبعا كابتن اسلام، انا مش عايز اقيم الكابتن سامي قمصان فنيا خالص في الوقت الحالي، انا شايف ان هو بصراحه شجاع للغايه، ان هو تحمل المسؤوليه في وقت صعب جدا 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 بعد الظروف طبعا اللي حصلت مع بيتسو موسيماني الاخيره. كابتن سامي قمصان بصراحه يعني تحمل ما فوق طاقته بصراحه في الفتره الاخيره، ماتشات صعبه جدا، بيلاعب المنافس المباشر في الدوري، بيلاعب فريق المدير الفني بتاعه كان بيقول انا اتمنى لو كنت كملت العقد بتاعي قبل ما امشي كان زماني خرجت الاهلي، والنهارده هو بيخسر تكيز جونياس. فانا مش عايز اقيم خالص كابتن سامي قمصان من الناحيه الفنيه، ولكن بشيد بصراحه بجرأته وبشجاعته، وان هو كمان قدر يلعب على اهم نقطه في لعيبه النادي الاهلي وهي الروح. اكتر حاجه ممكن نتفق عليها في الفتره الاخيره ان روح لعيبه الاهلي كويسه في ملعب، ربما بعد ماتش الزمالك الشوط الاول كان يعني كان في افضل من كده، ولكن مفيش مشكله خلاص، انت تعادلت وكملت وحافظت على
الفارق المفروض لو انت كملت مبارياتك في الدوري وكملت بشكل كويس جدا جدا في بطوله الكاس القديمه وماشي بشكل كويس في بطوله الكاس الجديده وخلاص النادي الاهلي عنده بس سيمي فاينل قدام بتروجيت ويبقى قاب قوسين او ادنى من لقاء قمه جديد يوم 21 يوليو القادم ان شاء الله قدام نادي الزمالك في نهائي الكاس اكيد مهمه لو كسب بتروجيت طبعا نعم اذا خطينا بتروجيت طبعا. فانا شايف الكابتن امصان اتحط له تارجت والحمد لله نجح بنسبه 100% في تحقيق التارجت. بما اننا بنتكلم عن الكاس الجديده او اللي هي الكاس السنه دي احنا بس بنقول الجديده ده لانها يعني مش هي اللي احنا بنلعبها لكن اوكي كاس الجديده هل من الممكن احنا نرى ان اتحاد كره القدم يوافق على ان الكاس الجديده او اللي المفروض اللي هي السنه دي تلعب بقوائم السنه اللي جايه اللي هي المفروض اللي هتبدا في العالم كله كمان شهر او شهر ونص ده لو اتعمل كده هتبقى موجهه لنادي واحد بس اوكي مين نادي الزمالك مش معنى نادي الزمالك اقول لحضرتك دلوقتي انت القيد الافريقي هيقفل هيتم فتحه من 1 اغسطس ل 15 اغسطس اوكي 15 يوم 15 يوم فانت الدوري عندك هيخلص امتى هيخلص 30 اغسطس تمام. يبقى انت خلاص هتفتح القيد للاهلي وللزمالك والبيراميدز ولفيوتشر هيقيدوا اللعيبه في الاول 15 يوم وهيلعبوا مباراه دور ال 32 لغايه شهر يناير باللعيبه الموجوده هيقيدوا كام لاعب 33 لاعب كل نادي في افريقيا اجباري ان هو يقيد 33 لاعب تمام ليه لان القائمه 40 لاعب وانت بيحق ليك لاي نادي اضافه 7 لعيبه في شهر يناير أوكي. سواء بقى انت قيدت ال 33 او ال 32 او واحد براحتك لكن انت مالكش غير 7 لعيبه بس في يناير اذا والدوري هيخلص 30 اغسطس يعني انت مش هينفع تفتح القيد غير بعد 30 اغسطس مين. طيب هتفتح باب القيد ليه بعد 30 اغسطس ايه اللي هيخليك تفتح باب القيد غير ان انت وانت عندك بطوله كاس مصر اللي هي الجديده هتنتهي السنه دي اللي هي السنه دي هتبقى مباريات نص النهائي ومباريات دور الاول دور ال 16 او دور الثمانيه اللي هو الدور اللي جاي هيتلعب في نص اغسطس والدور اللي بعد كده دور الثمانيه ونص النهائي والنهائي هيكملوا في شهر 9 أوكي. فانت لو فتحت القيد في شهر 9 يبقى انت عايز نادي يعني عايز تستغل النادي معين الصفقات مين النادي ده اللي فيه لعيبه منه كتير هتمشي تحديدا اعتقد ان هو هيبقى نادي الزمالك اشرف بن شرقي ابو جبل طارق حامد وكل صراحه الناس دي هتمشي فانت لو فتحت لهم باب القيد يبقى انت بتحاول الناس هتقول لك طب ما الكلام ده كان بيحصل في السنين اللي فاتت ابسط مثال هيقولوا لك كان بيحصل لا السنين اللي فاتت بعد فتره كورونا حصل تعديل ان انت بقيت بتقيد 40 لاعب وكان السنين اللي فاتت كان في الافريقي القيد الافريقي والقيد المحلي كان مع بعض في نفس الوقت أوكي. لكن السنه دي خلاص انت عندك 14 يوم كل الانديه هتقيد فيهم اللعيبه يعني كل الانديه هتقيد فيهم اللعيبه لغايه 30/8 من 30/8 تبدا بقى ايه الموسم الجديد عندك في مصر فانت لو فتحت لا انت لازم تفتح مع بدايه دوري الموسم الجديد مش مع كاس مصر انت لو فتحت في فتره كاس مصر دي يبقى انت فاتحها لانديه معينه اللي هي وصلت لنص النهائي اللي هو مثلا نادي الزمالك عايز يستغل كده ان انت في لعيبه عنده هتمشي يبقى انت بتفتح له باب طيب ما هو ماشي صح ممكن يكون كده ولكن نفس الكلام برده خليني معاك للاخر طبعا انا مش موافق على الكلام اللي انا بقوله اللي أنا هو بتفتح ان الاهلي برضو هيبقى زي الزمالك ماشي بس النادي الاهلي السكواد بتاعه سكواد محترم سكواد قوي أوكي. عنده لعيبه قويه مش حتى لو مشى منه لعيبه انت عندك على الاقل 18 ولا 19 لاعب فول تيم لكن نادي الزمالك بدليل امبارح نادي الزمالك لما يمشي منه لعيبه هيحتاج ان هو يضيف صفقات يبقى انت لما بتفتح له فترة القيد في الفترة دي يبقى انت عايز ان هو يكمل نص النهائي والنهائي لو وصل نهائي عايزه يكمل بالصفقات دي اذا حكاية فتح باب القيد هتفتح الشبهات على لجنة اتحاد الكورة او لجنة المسابقات ان انت بتفتح لنادي معين وده أوكي. برضو مش يعني خلي دايما في اسئلة تانية في هذا الاطار لانه انا بحاول اجيب الاسئلة اللي هو الاخرين هيسالوها هم هيسالوا يقولوا ان السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كنا مثلا بنعمل واحد وده رديت وردينا نمره اتنين ان بقول لك طب ما انت الاهلي مستفيد الاهلي لا الاهلي انت الزمالك هيستفاد حاجه ثانيه كريم ممكن نسالها في سؤال مهم اتفضل دلوقتي هل تم دفع ال 78 مليون جنيه المتاخرات لدى اتحاد الكوره عن ده بالنسبه للزمالك ماشي دي حاجه تخص الاتحاد لا مش قصدي ما هي دي مرتبطه بدي اوكي طالما مين اللي اثر الموضوع ده اصلا اتحاد الكوره يعني اتحاد الكوره هو اللي اعلن صح. هو اللي اعلن بنفسه يعني ده حتى مش خبر مسرب من الاعلام او اجتهاد من احد الزملاء أوكي. الصحفيين لا ده اتحاد الكوره هو اللي قال فاتحاد الكوره طلع القضيه للسطح قال ان في متاخر وبالتالي ما دام في متاخرات يبقى وقال على نادي الزمالك بس ولا على انديه كتير لا قال على نادي الزمالك قال على نادي الزمالك بس 78 مليون جنيه ومجلس اداره نادي الزمالك قال ان هو مش هيدفع
اوكي ده كلام رسمي، مش بنقول كلام مصدر، لا ده كلام رسمي. فلو احنا ربطنا الكلام ده بالنقطه اللي بيصيرها احمد ثابت هيبقى الموضوع فيه لغط كبير طبعا. زي بالظبط ما قلنا احنا، انا اهو على المستوى الشخصي قلت بالنسبه للقرعه بتاعه اي بطوله في مصر اعملها بشكل واضح قدام الناس، يعني ابعد عن التوجيه، خلي القرعه واضحه بشكل فيه شفافيه. نفس الامر انت من قبل بدايه الموسم قول يا جماعه القواعد بتاعتنا كذا، احنا مش كابتن اسلام بنستنى حدوث الموقف وقبل حدوث الموقف ناخد القرار، فبالتالي ده بيثير شبهه وبيخلي الناس طبعًا كلها تقول هو ده اللي اثار شبهه النادي الاهلي في المباراه النهائيه في افريقيا مثلا، ان هو استنى لما الاتحاد الافريقي استنى لما قبل المباراه بالظبط باقل من اسبوع واتخذ قرار ان المباراه هتلعب هناك بالظبط. وحتى كلام موتسيبي اللي قاله امبارح والتصريحات اللي احنا بنتابعها بيؤكد ان هو فعلا الراجل اجاباته الامانه سيئه واجابات ضعيفه. فاحنا عشان نخرج يعني انا احساسي ان احنا في الوقت الحالي في حد في اتحاد الكوره بيحاول يصلح، ده وجهه نظري الشخصيه، في بعض المحاولات لاصلاح والاستفاده من النصائح اللي بيثيرها الاعلام او المختصين، ومنها طبعا ان احنا خلاص اتاكدنا ان مارك لاتنبرج مثلا جاي لجنه الحكام كرئيس مش جاي كمستشار او هيشتغل مع الكابتن سعد فتاح، كل الكلام ده طلع كلام مش صحيح. لا ده مارك لاتنبرج اتقال له، انا بقول اهو معلومه، اتقال له انت اللي هتدير كل حاجه من الالف للياء. ففي وسط هذه الموجه نتمنى ان موضوع القيد، موضوع القوائم الجديده يتحط لها سيستم طيب واضح بشفافيه عشان ما يبقاش فيه اي جدل. اتكلمنا من دلوقتي من قبلها بكتير على الرغم من النادي الاهلي زي ما البعض هيثير هذا الامر خلال الفتره الجايه، انتوا زي ما انا قلت كده ما انتوا مستفيدين بهذا الامر، والفتره اللي جايه ما انتوا هتستفيدوا، اللعيبه هتمشي واللعيبه هتيجي ولا كل حاجه، ولكن والنادي الاهلي لان ده الصح بيني وبينك ان انت تلعب بالسكواد اللي انت بدات بيه الدوري وكاس مصر، هو هي عامله بالظبط زي برضو الراجل بتاع السنه اللي فاتت اللي يقول لك القرعه موجهه بتاعت كاس مصر، القرعه موجهه والاهلي محتاج الجرعه تتوجه له. ما الاهلي السنه دي لاعب انبي في كاس مصر كسب، لاعب بيراميدز كسب. لا 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 مش موجهه لمصلحه الاهلي والزمالك يا احمد، بص لها من حته هو قال كده تحديدا، لا لا القرعه موجهه ده بالصح. لا احنا عايزين نبص لها بكل امانه، بص لها من الانديه الاخرى، يعني مثلا الانديه الاخرى تيجي تقول لك مثلا انا خدت الورقه في الاول ان الاهلي محطوط في برانك والزمالك محطوط في برانك ماشي، بس بعض الانديه معلش بتحاول تستغل ان انا عايز اعمل بطل في انديتها على حساب الاهلي، عامل زي بالظبط حوار تكيز جونياس لما طلع مكان هيمشي، قال لك لما مشى في شهر 11 اللي فات من بيراميدز قال لك ايه، انا اذا كنت كملت مشوار الكاس معانا التصريح كنت سافوز باللقب وكنت ساهزم الاهلي. سبحان الله ان هو نفس الكاس ما كملش وجه امبارح وبيقود الاهلي، ادي التصريح اهو في شهر 11. ده يعني في ناس برضو بتعمل بطل على حساب الاهلي، عايز يبقى ترند والكلام ده، فجه امبارح واتغلب. ما هو بقى ترند فعلا وجه، لا هو بقى ترند فعلا والله مش ممكن، وجه امبارح واتغلب. كذلك برضو اللي بيقول لك القرعه موجهه، طب يا ريت يا عم اقع مع الاهلي وشوف هتكسب ولا لا. من الاخر يقول لك القرعه موجهه، طب لا تعالى لاعب الاهلي يا عم، ده انت بتخاف تلعب الاهلي. هو ده الكلام، هو مش قال لك، الله هو مش في البدايه قال لك اصل الاهلي عايز يلغي الكاس ده ما يلعبش عشان بيراميدز بيخاف من بيراميدز وبيتغلب من بيراميدز حاجه كده يعني. قال لك بيخافوا من بيراميدز واحنا بقى لنا 6 ماتشات ما بنخسرش منه مثلا. انا بقول لك يعني موضوع من ضمن الامور اللي اتقالت على النادي الاهلي خلال هذه الفتره كل هذا الكلام، وبالتالي احنا بنثير هذا الامر من دلوقتي كالعاده، كعاده قناه النادي الاهلي الموضوعيه في اثاره الحديث. احنا لا نقصد شيء لاي حد، ولكن هو ده اللي حصل، هو ده الكلام، وناخد بنحاول على قد ما نقدر احنا نتكلم في التصريحات الرسميه من كل المصادر علشان نقدر نوضح لحضراتكم هي الناس بتفكر ازاي الفتره اللي جايه، وازاي بيوديك اللي هو ايه امسك العصفوره هناك وهو بيتكلم في حته تانية خالص. يعني ايه يقول لك نلغي الدوري؟ ما هو عشان طب خلاص بقى اعملوا لي الموسم ده بالقايمه اللي انا عايزها. يعني خدوا بال حضراتكم من اللي بيحصل، فاحنا بنحاول ان احنا نوري حضراتكم ايه الموضوع والموضوع بيبقى ماشي ازاي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن فنيا كيف استطاع سامي قمصان ان يفوز على تكيز جونياس بعد هذا الخبر اللي هو قاله من شويه. نطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فنيا كيف استطاع كابتن سامي قمصان المدير الفني او القائم باعمال المدير الفني للنادي الاهلي ان يتفوق على تكيز جونياس من خلال احمد ثابت وكريم سعيد. اتفضل يا كريم. اتفضل يا احمد. كابتن سامي قمصان قدم مباراه هايله جدا، هو طبعا حاول ان هو بدا بال 4-3-3، احمد نبيل كوكا وعمرو السوليه واليو ديانج 3 ارتكاز،
حاول ان هو يلعب دفاع متكتل، دفاع منظم جدا، الخطوط الثلاثه قريبه من بعض، وبيعتمد على الهجمات المرتده او ان التفاصيل الصغيره يعني زي الضربات الركنيه. وبالفعل جاب الهدف الاول من ضربه ركنيه، والهدف الثاني جه من خلال هجمه مرتده. تعال نتفرج على الحالات الدفاعيه وازاي كابتن سامي قمصان قدر الشغل بتاع كابتن سامي في دفاع الاهلي. بص دي اول حاجه معانا، دي هجمه لبيراميدز. بص التنظيم الدفاعي والتكتل، ادي الاربعه 3 3. هنا زوايا التمرير مقفوله جدا، قفشه بيغطي ناحيه اليمين، عمرو السوليه بيرحل ناحيه عبد الله السعيد، اليو ديانج دايما قافل العمق، هو اللي بياخد اسلام عيسى المهاجم الوهمي بتاع بيراميدز لما بينزل في العمق، وليد الكارتي مع احمد نبيل كوكا اللي قدم مباراه هايله جدا، قفل الدنيا قطع ميه ونور على وليد الكارتي. والناحيه الثانيه وطاهر محمد طاهر، الطرفين بيرجعوا بشكل ممتاز بيرتدوا. قيس المسافه ما بين محمد شريف وما بين خط الدفاع، هتلاقي المسافه قريبه يعني حوالي بالظبط اهي 17 او 18 متر. فدفاع الاهلي بطريقه ممتازه، ده شغل مدرب بصراحه، دي بصمه مدرب الاهلي، بصمه دفاعيه. انت ازاي بتقدر تطلع بالمباراه بطريقه دفاعيه بكتله دفاعيه؟ انت احنا على فكره بيراميدز استحوذ 70 60% استحواذ، واحنا 40%، ولكن حد يفتكر كده هجمه خطيره ليهم غير الكره بتاعت عبد الله السعيد اللي كانت جايه من اليو ديانج، والكره بتاعت الشوط الثاني من اللي جايه من ياسر ابراهيم بتاعت فخر الدين بن يوسف، حتى الهدف جاي من خطا من الشناوي، يعني كلها مجرد اخطاء فرديه، لكن هم استحواذ سلبي، وده نجاح من كابتن سامي قمصان. كمل الحالات برضو وشوف الشغل بتاع، العب الفيديو، نفس الشغل بتاع كابتن سامي قمصان والتكتيك الدفاعي المنظم، ازاي فرقتك تكون منظمه بالشكل ده؟ ده برضو في ظل الغيابات الموجوده اللي بيعاني منها النادي الاهلي، وفي ظل الاجهاد، هنا السوليه هو واخد عبد الله السعيد، هنا كوكا عليه السهم هو واخد وليد الكارتي، دايما بينزلوا وعمليه الضغط المنظم. في بعض الاحيان كنا بنضغط عالي بس ده قليل قوي، لكن احنا كنا بنعمل دايما ميد بلوك اللي هو الضغط في وسط الملعب. هنا اسلام عيسى المهاجم الوهمي نازل، مين اللي واخده؟ اليو ديانج، عشان يفضي المساحه دايما لربيع او ياسر ابراهيم ان هم يكونوا فاضيين عشان ما يكونش في مساحات في ظهرهم. ادي اليو ديانج اهو مع اسلام عيسى، ودايما المساحات قريبه جدا زي ما قلت، كوكا قافل الجبهه ناحيه الشمال، ودايما في كماشه، في مثلثات قافلين زوايا التمرير تماما. ومن هنا ما حسيناش بخطوره خالص لبيراميدز، استحواذ سلبي، استحوذ كابتن سامي قمصان قال لهم استحوذوا زي ما انتم عايزين، خدوا الكوره، ما انتم مالكوش اي فعاليه، انا هخطف يا اما هجمه مرتده. حسيت امبارح ان هم بيلعبوا بطريقه ايه؟ انا اقعد اباصي الكوره لغايه لما تقطع مني، مش لغايه لما اروح للجون، لغايه لما تقطع مني. ما ده نجاح لكابتن سامي. بص يا كابتن اسلام هو نفس الشكل، ادي برضو قيس المسافه ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، زوايا التمرير مقفوله، عمرو السوليه ناحيه اليمين، كوكا ناحيه الشمال، واليو ديانج في النص بيغطي العمق قدام ياسر ابراهيم وربيعه، وطاهر بيرجع وقفشه بيرتد. طريقه دفاعيه ممتازه، وده تكتيك مدرب، يعني انت المباريات ديت بتكسب ولا تلعب، مش شرط ان انا اقعد استحوذ واخسر في الاخر. استفدت ايه؟ ما انت خرجت من الكاس. لكن انت لما بتلعب بطريقه دفاعيه وبتنظم الهجمه المرتده قدرت ان انت تصحى. هنا برضو بيراميدز برضو لعيب ده في الشوط الثاني، هنا بعد ما خرج وعمل تغييره ممتازه وحول احمد كوكا بعد اصابه محمود وحيد كباك ليفت، راح محول قفشه ارتكاز ثالث مع السوليه وديانج، ونزل صلاح محسن ليه؟ عشان يقدر. كانت مشكله الاهلي في الشوط الاول ان ما عندناش تحولات قوي، صلاح محسن لعيب سريع عنده عمليه التحولات، فصلاح محسن اهو راجع مرتد كمان ناحيه قدام احمد فتحي، طاهر الناحيه الثانيه، اذا الدفاع منظم بشكل ممتاز، وانا شايف ان احمد نبيل كوكا واحد من نجوم الماتش لانه لعب في مركزين وقدم اداء هايل. اتفضل يا كريم. اللي اضاف بقى للدفاع كابتن اسلام ان ياسر ابراهيم ورامي ربيعه امبارح كانوا تقريبا في افضل مستوى ليهم من فتره ياسر ابراهيم امبارح بصراحه يعني عمل تدخلات ممتازه وقدر ان هو يمنع هجمات خطا. نشوف ياسر ابراهيم، عايز هنا اتكلم على التايمنج بتاعه في اختيار، يعني بتشوف ياسر بعيد عن اللعبه، رغم ان هو بعيد عن اللعبه بيظهر لك في التوقيت المثالي لقطع الكره. يعني الكره دي ببساطه لو احنا مثلا قبل ما نعمل بلاي سهل قوي قوي الكره تتحط قدام لاعب نادي بيراميدز اعتقد ده وليد الكارتي وياخدها بشكل سهل. بص ياسر ابراهيم اختيار التوقيت في الانقضاض على الكره وان يحط جسمه ويمنع لاعب نادي بيراميدز من انه ياخد الكره. نشوفها مره ثانيه، كره على برده هنا رامي ربيعه مش ياسر، ازاي بيقفل كل زوايا المراوغه قدام رمضان صبحي وبيجبره ان هو يلف ويدور لخارج بره المنطقه. اللعبه دي ممتازه ياسر ابراهيم، رغم كان في خطا من احمد نبيل كوكا في ارجاع الكوره لكن قدر يعمل تاكلينج ويرجعها للشناوي. تاني كل ده بنشوف ادوار فرديه لياسر ابراهيم ورامي ربيعه. الكوره دي ممتازه جدا ياسر ابراهيم، عمل بوكسنج اوت للاعب بيراميدز عشان يخرجه من منطقه الجزاء عشان ما يعملش اي محاوله للحصول على منطقه الجزاء، قطع الكوره
وخد فاول وقلب الهجمه ببساطه من على النادي الاهلي. لكن دي بقى الكره الوحيده اللي احنا عايزين نقول ليه بعض الاوقات ما ينفعش تعمل باسنج بتوين ذا لاينز في الحته دي، ما ينفعش تعمل ريسكي باس في الحته دي. صعب قوي قوي ثلاث لعيبه ضاغطين عليك نادي بيراميدز انك تختار انك تلعب الكوره ما بين الخطوط، لا دي فيها مخاطره بالغه للغايه وبتبقى سهله كمان على المهاجم انه يضغط ويخطف الكره، وبالتالي دي في وجهه نظري كانت الخطا الوحيد لياسر ابراهيم في المباراه، واللي جه منها طبعا الانفراد اللي جه لفخر الدين بن يوسف. تكمله الكلام كريم، هاخد برضه احمد نبيل كوكا، قدم ماتش هايل جدا. بص نبيل كوكا هنا في الشوط الاول هنا بيغطي مين؟ محمود وحيد. كوكا اللي عليه السبوت ده اللي هو الاضاءه الصفراء بيغطي احمد فتحي بيكمل، هنا انت بتقفل الجبهه اليسرى تماما، وهنا عمليه المثلثات اللي عاملها كابتن سامي قمصان بوجود كوكا وقدامه طاهر ومحمود وحيد وبيغطيهم كمان ياسر ابراهيم. انت النهارده بتروح تتعاقد مع لعيبه ب 20 و25 مليون، لو لعيب زي النهارده كوكا ده من ولاد النادي مكسب كبير قوي يا جماعه. يعني احمد نبيل كوكا ده لعيب خارج من مدرسه النادي الاهلي قطاع الناشئين، بص الالتحامات البدنيه بيتفوق كمان. والروح متاسس صح من قطاع الناشئين، بدل ما اروح اجيب لعيب بملايين كتيره لا انا عندي لعيب جه. بص الكره دي انا بالنسبه لي لقطه الماتش، اولا هو ارجع بس من البدايه، هو النهارده ياسر ابراهيم ارجع من الاول، بس ياسر ابراهيم متقدم كوكا اخذ التغطيه العكسيه بيغطيه بيكمل كمساك. بص دي كانت هجمه في الدقيقه 88 والثانيه 53، كان ممكن بيراميدز يتعادل منها. رمضان بيعدي من واحد وبيكمل كوكا، بص بقى بص البصه دي عشان يلمح عشان اقدر اعمل البلوك، اعمل المعاينه عمليه المعاينه واعمل البلوك. من وجهه نظري واحد من نجوم الماتش احمد نبيل كوكا. بص التغطيه ممتاز ممتاز ممتاز، وبصراحه الاهلي كسب لعيب انا شايف احسن اثنين لعيبه في اخر اربع ماتشات للاهلي، احمد نبيل كوكا ورامي ربيعه. يا ريت لو نستعرض ارقام احمد نبيل كوكا برضو تاكيدا للكلام امبارح، عمل هو اكتر لاعب قطع كرات امبارح، اهو قدامنا الارقام على الشاشه نجيبها هنا بس. تمريرات صحيحه 36 من 39، نسبه دقه التمرير 92%، اكتر من قطع الكرات في الماتش 14 مره، تاني اكتر لاعب من استعاد الكره الثانيه بعد رامي ربيعه 8 مرات، التاكلينج 2 صح من 3، الالتحامات الثنائيه 5 من 10، وارتكب 3 فاولات. فاحمد نبيل كوكا بيقدم مباراه ممتازه او قدم مباراه ممتازه، وبصراحه الاهلي كسب لعيب كمان على المستوى البدني بشوفه هايل. نعم، مش ياسر برضو ابراهيم ولا رامي ربيعه ولا احمد نبيل كوكا، في وجهه نظري كابتن اسلام في الشوط الاول كان في نجم للنادي الاهلي دفاعيا وهو محمد هاني. محمد هاني ربما يكون يعني الناس كانت زعلانه منه شويه عشان الخطا اللي في فاينل دوري الابطال، لكن برضو طبيعي ان احقاقا للحق لما يقدم محمد هاني مستوى كويس في شوط كامل لازم برضو نشيد بيه ونقول ان محمد هاني عمل حاجات كويسه. الكره دي تعال نبص كده محمد هاني ازاي باصص على عبد الله السعيد ونجيب الكره الثانيه بالظبط، نبص ازاي محمد هاني في تغطيته على عبد الله السعيد وشايف الكره العرضيه هتتلعب ازاي، نبص على ونركز مع محمد هاني على طول مركز مع عبد الله ومستني الحته دي ازاي النهارده، تدخل اكثر من رائع. ولما نعيد الكره من كذا مره ممكن للوهله الاولى حد يتخيل ركله جزاء، لا طبعا تدخل شرعي تماما، ومحمد هاني عمل تاكلينج في تايمينج ممتاز جدا وجريء ان هو يمنع عبد الله من استلام الكره هنا. عبد الله كان استلامها كان ممكن يعمل خطوره على مرمى النادي الاهلي. نشوف برده كره اخرى ونشوف فيها ازاي محمد هاني قدر يعمل دور الفول باك بشكل مميز جدا، عمل الدور ده ممتاز تدخل ممتاز ما بيقعش، واقف في التدخل الثنائي كتف بكتف وقدر ان هو يخلص الكوره قبل ما مهاجم نادي بيراميدز يستغلها، اعتقد فخر الدين رمضان صبحي ان هو يستغلها او يقدر يسدد. تاني محمد هاني بيقدر ان هو يقفل الجبهه بتاعته بشكل مميز، وبنشوف هنا اللعبه دي ده الخطا الوحيد لمحمد هاني زي ما جبنا الخطا بتاع ياسر، الخطا الوحيد لمحمد هاني انت في الحته دي رجعت وقفت قدام منطقه الجزاء، هنا اهو لازم اطلع الكوره على طول، ما ينفعش اعمل الحركه الوحيده اللي حاول محمد هاني ان هو يرقص وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز في منطقه سيئه قلبت الكوره دي كانت في الدقيقه 45، اعتقد في وجهه نظري كان ممكن هو يخلص الكره بسرعه، ودي من الكرات اللي بتخلي الناس تزعل محمد هاني، لكن محمد هاني عنده مقاومات كويسه يقدر يشتغل عليها، ولكن مع تفادي مثل هذه الكرات او القرارات اللي بياخدها. تعال نشوف كمان التحولات الهجوميه، اتكلمنا بقى على الدفاع ازاي كابتن سامي كان بيحاول الشوط الثاني تحديدا يعمل تحولات هجوميه بنزول لعيب زي صلاح محسن باستغلال سرعاته، وقفشه بصراحه برده عمل 2 اسيست في تمريراته، عمل تمريرات هايله. بص
هنا التحولات ان انا بدافع بس هستخدم الكاونتر اتاك بطريقه ممتازه، او ان انا احاول اعمل بعض القرارات الفرديه بقى هي المشكله اللي ناقصه بعض القرار، لكن شغل مدرب في بصمه مدرب واضحه بصراحه. ادي صلاح محسن بص بيعدي بيعمل عرضيه، اذا في فكره برده، دي كره ثانيه، دي الكره اهي، بص هنا قفشه برده نفس الفكره، قفشه بيحول كصانع العاب، وطاهر واحد من نجوم الماتش بيقدم برده في الفتره الاخيره اداء هايل، بص قفشه هنا بيلعبها بيضربوا الدفاع لمحمد شريف الممتاز في كسر مسيره التسلل، علي جبر مغطي الاوفسايد، قفشه بيحطها له، قفشه هنا برده شريف بيلعبها لعبها وحش، ده مشكله قرار مدرب قرار لعيبه، لكن المدرب بصمته واضحه في التحولات. هنا برده كذلك نفس ده الهدف، الكره جايه من عند الشناوي، الشناوي بيلعبها صلاح محسن بيطلع بيكسب الالتحام، بتروح لقفشه في الحته اللي هي الزون 14 عندهم ورا اثناء الارتكاز بتوع لاعبي بيراميدز، قفشه هنا بيقدر يديك تمريره برده في عمليه التحول، وواحد زي حسام حسن واحد من مكاسب الماتش بيقدر ان هو يسجل الهدف اهو. ده اذا انت جايب جون برده بنقول من بصمه مدرب، ان انت هو الراجل فكر ان انا هلعب بطريقه دفاعيه وهنتظر وهستنى واتأنى في الماتش ده والعب على المرتده، جاب جون من تحول هجومي وجاب جون من ضربه ركنيه اللي احنا بنقول عليها دايما التفاصيل الصغيره. شريف اكرامي غلط فيها وكل حاجه، ولكن ده برده بصمه ان انا بشتغل على التفاصيل الصغيره زي الضربه الركنيه. طاهر عم بص هنا في كام لاعب من النادي الاهلي، خمس لعيبه جوه منطقه الجزاء، بيراميدز بيدافع بالمنطقه دفاع الزون، كل واحد واخد المنطقه بتاعته، اتلعبت بالعرض، طاهر قدر ان هو يسجل، طبعا شريف اكرامي اساء التقدير فيه لانها تعتبر في نص الجون. يعني نكمل بقى برده في دور اللعيبه الكبيره، وليد سليمان هنا برده واحده من لقطات الماتش المهمه قوي، دي اخر لقطه معانا ماشي. هنا وليد سليمان بيدي تعليمات لقفشه، وشوف الروح الموجوده، وده دور اللعيبه الكبيره، كنا اتكلمنا هنا من حوالي اسبوعين وقلنا ان الفتره الجايه صعبه ومحتاجه فيها اللعيبه الكبيره ودورها زي وليد سليمان زي الشناوي زي السولية، وجود اللعيبه دي والروح الموجوده دي، الاثنين بيلعبوا في نفس المركز وليد سليمان وقفشه، اثنين صناع العاب، لما هو بنشوف لعيب زي وليد سليمان بقيمته موجوده اعتقد ان دي سر الانتصار، هي روح الفانيلا الموجوده، روح الفانيلا الحمراء. اخيرا يا كريم لو عندك حاجه بس اعتقد لا هي بس دي اعتقد بعض النقاط اللي احنا حاولنا نقول ان هي عدتنا الفتره دي لغايه لما يتم ان شاء الله باذن الله تعيين جهاز فني جديد نسيب له بقى المساحه ان هو يشتغل بحريته زي بالظبط ما سيبنا الموسيماني وسيبنا الفايلر، اكيد من حق الجهاز الفني الجديد ان هو ياخد مساحته ويجرب، وان شاء الله باذن الله باذن الله يقدر يفنش الثلث الاخير من الموسم بثلاث بطولات محليه، بطولتين للكاس وبطوله الدوري. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي غدا بكره ان شاء الله هيبقى في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.